السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة مع إبراهيم عيسى، مناظرة الأربعاء. لكن قبل المناظرة خلينا ننظر نظرة على واقعنا السياسي الحالي ونسأل سؤال الساعة عن التغيير الوزاري الذي أظن وأزعم أنه كاشف بوضوح إن تم أو شكل إجراءه أو اختياراته أو طبيعة الاختيارات، هيبقى كاشف كتير جدا، كبير الضوء، كثيف الضوء على طريقة تفكير إدارة الحكم في مصر، سواء الرئيس أو رئيس حكومته أو هما معا. شايفين المشهد إزاي؟ استجابتهم للرأي العام إزاي؟ وللواقع اللي حاصل في مصر إزاي؟ يعني هيبقى تغيير كاشف في رغبة لتغيير حقيقي جذري في طريقة في اختيار الرجال، طريقة مختلفة مغايرة استفادت من التجارب السابقة، تغيير من داخل الصندوق ولا من خارج الصندوق بخيال جديد وقدرة خلاقة على إبداع ومبادرة في اختيار الشخصيات المناسبة فعلا للأماكن وللوظائف. وهل الوزارات أو الوزراء اللي جايين أو اللي ماشيين في معايير واضحة لكونهم رحلوا أو معايير واضحة لكون هؤلاء تم اختيارهم؟ هيبقى كاشف كتير لو هو 5-6 من أعضاء التشكيل الحكومي اللي مشوا، ولا 10-12-13 ولا 20 في الإحساس بمشكلة البلد. هل هي للدرجة دي جزئية ومحدودة وموجودة عند قطاعات معينة وبعينها صغيرة هنفكها فالدنيا تتحل ونجيب لها وزراء جداد فالدنيا تمشي، ولا هي أوسع وأعقد من المشهد الحالي ومن ثم محتاج تغيير بشكل أوسع وأشمل وأكثر جدر يخش ينزل على الجذور؟ هنعرف. لكن قبل ما نتكلم على معايير اللي احنا نعرف بيها التغيير ده تغيير فعلا يقول خيال مختلف وطريقة جديدة أو مجددة أو روح مختلفة في الاختيار وفي الأداء، ولا هي استمرار لنفس الطريقة القديمة اللي هي الحقيقة نفس الاستمرار للطريقة القديمة، سواء في نظام مبارك أو لا في نظام مبارك، بس الرئيس كان بيختار بطريقة مختلفة وبالتأكيد عبد الناصر كان بيختار بطريقة مختلفة. خلينا نقف هنا قبل ما نجاوب أو نحاول الإجابة عن هذه العناوين. خلينا نتوقف عند موضوع الحكومة نفسها وتشكيل الحكومة أو تكليف الحكومة ليه ومدى الدستورية ده. لأن أنا انزعجت جدا، أنا قريت أظن في جريدة الوطن في الطبعة الورقية تصريحات من السيد أحمد الزند، ويعني وهو يحكي ما جرى في مكالمة مع السيد رئيس الوزراء فيما يخص إقالته. من ضمن ما قال يعني ربما في لحظة هو منفعل فيها في المشهد مع رئيس الوزراء أو مع الصحفي اللي حكاله القصة، لكن في المحصلة قال تعبير مزعج للغاية. قال أنا قلت لهم مش عارف أمشي ما أمشيش كده، وانا مش عارف ايه وانا ايه، وانتوا خدوا بقى قرار البلد بلدكم. ايه البلد بلدكم دي؟ إيه؟ التعبير لما يصدر من وزير عدل كان لحينها وزيرا للعدل. ايه البلد؟ بلد مين؟ لما يبقى عند مستشار الزند الاحساس ده وهو وزير من الوزراء الاربعه السياديين ان البلد بلدكم، برئيس بيقول لرئيس الوزراء ان البلد بلدكم، يعني ايه البلد بلدكم؟ يعني بلد الأجهزة مثلا، بلد الرئيس، بلد رئيس الحكومة. لما يصدر هذا التعبير عفوي أكيد زي زلات اللسان اللي صدرت منه يعني، لكن في المحصلة كاشف. والخوف إن التعبير ده بيقوله ناس كتير عاديين وبسطاء في الحياة، وإنه التعبير ده ينتشر أو يبقى قاعدة للتعامل مع الدولة ومع وطننا وبلدنا تبقى نصيبة سودة. لإنه التعبير ده هو تعبير ما قبل 25 يناير لما الناس كانوا حاسين إنهم مش شركاء في صناعة القرار ولا شركاء في وطنهم، وبيعاملوا معاملة مهملة أو مهملة وغير كريمة دعتهم إلى القيام بثورة نداء للكرامة الإنسانية وللحرية وللعيش. لما مستشار رئيس نادي القضاء السابق ووزير عدل
وفي محاججه كده بينه وبين رئيس الوزراء، فيقول له البلد بلدكو. اولا احنا كمان التعبير اللي نقله عن رئيس الوزراء احنا عايزين نلم الدور، لا تعبير يعني الحقيقه رئيس الوزراء لو بيقول له عايزين نلم الدور دي برضه مش عارف، ده نقلا عن السيد احمد الزند. لم دور ايه؟ التعبير نفسه تعبير لا يمكن ان يكون يعني تعبيرا سياسيا ولا تعبير. انا موافق طبعا على انه المشهد كله ما فيهوش سياسه والبلد كلها ما فيهاش سياسه والناس مش مؤهله سياسيا للاسف يعني، لكن ان توصل لدرجه انه الزند يقول البلد بلدكم وبعدها ب 48 ساعه يسافر، ويعني ويتقول المتقولون في السفر ده زي ما يعني يذهب كل مفسر الى تفسيره، لكن حتى دلاله السفر بعد 48 ساعه ده دلاله وكانه واحد حاسس ان البلد بلدكم، يعني ده دلاله قلق مش دلاله حد قاعد والدنيا مستمره وعاديه. واللي يسمح لنا برضو بالسؤال هو لما يكون ده طريقة تصرف وزير عدل سابق، أمال لما نبص للمشهد بقى للحقوقيين الغلابة اللي بيعني اللي تقديم منع سفر على لما يرجعوا من السفر يحتجزوهم في المطار باستجوابات ساعات واستدعاءات في جهات أمنية، لو توسع المشهد للنشطاء ولغيرهم أو لأصحاب الكلمة المختلفة تقول ايه؟ اذا كان ده الراجل اللي في قلب السلطة وزير سيادي، دي الكلمة واللفظة اللي خرجت منه في حواره مع رئيس الوزراء وبعد 48 ساعة بلاقيه مسافر. مفيش حد يعني اي محاولة لتفسير السفر على اعتبار انه عادي وطبيعي، حتى لو عادي وطبيعي ما قبل كده يعني اتسافر عشان عمرة وما ترجعش من ساعة العمرة، احنا حتى لو ده عادي وطبيعي، حتى لو رايح لمناسبة اجتماعية زي ما بيقولوا او اي شيء من هذه الامور، مجرد الخروج من البلد بعد 48 ساعة من الاقالة معناه دلالات لا يجب ان كان انه كان يسافر تحسبا لها، ولا ان الدولة يعني تتعامل مع المنطق ده باعتباره منطق طبيعي وعادي. طبعا نتمنى انه يرجع بسرعة يعني عشان يقطع اي شك او اي تشكك او اي اسئلة خارج المنهج، لان بكلمك في المنهج بقى ما نسب اليه بيكلم رئيس الوزراء يقول البلد بلدكم، ده حتى انت يعني وزير عدل بيقول بلد بلدكم، مش بلد عدل وقانون ودستور؟ ايه الاحساس الغريب العجيب المريب اللي لما يتقال من نشطاء او حقوقيين او سياسيين او شباب يعني ينظر للامر على اعتبار دول الولاد مكبرين الموضوع ومضخمينه وفاهمين غلط ولا انما لما يتقال من وزير من قلب العمليه السياسيه ومن قلب العمليه الحكوميه من المطبخ ويبقى وزير عدل ويخاطب رئيس وزراء ويقول له بلد بلدكم، اذا يا بلد من؟ اذا كان راي وزير العدل انها السابق انها بلدكم نسبة الى رئيس الوزراء، كان بلد الحكومة بتعملوا انتوا عايزينها، طب ما انت كنت حكومة، بلد الاجهزة انتوا تصرفوا زي ما انتوا عايزين، ولا بلد الرئيس اللي عايزه هو اللي هيعمله؟ المفروض ان احنا عايشين في بلد دستورية، بلد اللي يحكمنا جميعا الدستور مش القانون، بالمناسبة انه في قوانين مخالفة للدستور ولا لها قيمة عندي احترمها، لو اتطبقت عليا هنفذ، انما لا تساوي الحبر اللي كتبت عليه جزء من المظلوميه العامه، جزء من التشوه اللي موجود في حياتنا المصريه الان، ان في قوانين بتطبق القضاه نفسهم بيطبقوا قوانين وهم عارفينها ضد الدستور، في تساؤل برضو غريب جدا محدش جرؤ يسالوا المجلس الاعلى للقضاء، لا احنا محتاجين كمان نعيد صياغتنا في علاقتنا مع القضاء بمجموعه، ان احنا من حقنا نسال الجماعه القضائيه ومن حقنا نسال مجلس اعلى القضاء ومن واجبه انه يجيب للناس يجيب للراي العام، الافصاح والشفافيه هي اللي هتخلي فيه عداله بجد، مش الاستعلاء او رفض مناقشه اي قضايا، دي مش قضايا دي قوانين، هل يصح انه يتصدى قاضي في قضيه
لحكم محكمة يصدره مخالف للدستور وهو يعلم يقينا مخالفته للدستور؟ ده حاجب المحكمة عارف ان ده ضد الدستور، ضد الدستور. والمجلس على القضاء لا يعني ما بيعممش قرار، ما بيقول السيد النائب العام لما يجيله بلاغات وبلاغات وهي كلها ضد الدستور، مفيش تعميم للنيابات بانه الاحالات للمحاكم تبقى تراعي ان القوانين دي ضد الدستور وانه بصدد التغيير واحنا مش عايزين قوانين او مواد نفعلها وهي ضد الدستور عشان على الاقل لا يطعن في عدم دستوريتها الاحكام اللي هتصدر. ليه الصمت ده؟ ليه الصمت؟ وما ينفعش ما ينفعش، ده مش استقلالية على فكرة، ده ما اسموش استقلال، ده اسمه استعلاء، ده اسمه استقلال خالص، ولا يمت الاستقلال بصلة. ده محتاج الرأي العام يعرف ويعلم ويكون آمن انه داخل المحكمة مش هيتحكم عليه بقانون مخالف للدستور. القضاء ممكن يقول لك يا عم غيروا القوانين، احنا مالنا احنا بالقوانين، وهو الدستور شوية، هو الدستور شوية عشان يتحكم ايمانا بنصه طبقا لنصه. وده اللي يخليني بقى اسأل مرة اخرى بقى، هو ايه علاقتنا بالدستور بالمناسبة؟ اول ما هنلاقي الحكم او ادارة الحكم او الحكومة تستخف بالدستور كل الناس هتستخف بالدستور على طول. واول نقطة بالغة الاهمية لما حصل تشكيل مجلس النواب، خلاص الانتخابات خلصت ومجلس النواب هينعقد، فطبقا للدستور وللاعراف الدستوريه المفروض ان الحكومه تستقيل ويشكل او تشكل حكومه جديده. فطلعت علينا فتاوى برغبه عارمه من ربما الرئاسه او من مجلس الوزراء او من مستشارين الرئيس انه ده ما لا يطبق وانه ده مواضع تاني خالص وانه لا مش ملزم اطلاقا ان احنا نعيد تشكيل الحكومة واحنا هنقدم البرنامج بس. نقول ده الدستور بيقول، يقولك لا ده وضع بقى في يا جماعة المادة 146 بتقول في حالة حل مجلس النواب ان لو مجلس النواب مش موجود يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في اول اجتماع له. قال لك لا ما هو ده مش نص انها تستقيل وانها تشكل من جديد. امال ايه تشكيل حكومته ده يا جماعه؟ لا الحكومه اللي موجوده. وارتقينا ان دي وجهه النظر اللي عايزه تسود وسادت وقعدت من ساعه تشكيل مجلس النواب. واذ فجاه انتصار لوجهه النظر الاولى الدستوريه اللي هو ان الدستور بيحتم انه يكلف رئيس الوزراء من جديد يعني بمعنى تشكيل وزاري علشان يروح يعرض حكومته تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب. لما كمل الاول ما كمل الاول ليه المراوحه دي؟ بالظبط زي برضه المناكفه الشديده فيما يخص اقاله احمد الزند. الدستور ما بيقولش ان رئيس الوزراء هو اللي بيقيل، بيقول ان رئيس الجمهورية هو اللي يقيل. والدستور بيقول انه ده بالعرض على مجلس النواب، لكن قلنا ان الحكومة دي اساسا تشكيلها ما تعرفش مجلس النواب، اذا لا تدال في محل، ده التفسير في ايد رئيس الجمهورية فقط، مش محتاج عشان يغير وزراء زي التغيير الوزاري المزمع ده انه يلجأ لمجلس النواب. كويس ممتاز. مين اللي يقيل وزير؟ اللي معينه. ومين اللي معين وزير؟ رئيس الجمهورية. ازاي رئيس الوزراء يطلع القرار في الجريدة الرسمية ان رئيس الوزراء هو اللي اقال احمد الزند؟ ما ينفعش خالص. وما ينفعش المقاوحة فيها برضو والمعاندة والمكابرة فيه. صححوها وطلعوا الاعفاء من رئيس الجمهورية اللي أقاله رئيس الجمهورية. إنما ليه بالناكف؟ ليه الدستور يبقى بين واضح وإحنا نلتف الالتفافات دي كلنا ندفع ثمنها؟ لأن لو لقينا الكبار بيلتفوا
الصغيرين هيلتفوا على طول بلا أدنى مواربة. فالمادة 147 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. الأغلبية يعني 50+1. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري يعني يقيل ويعين بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. ده برضو في حالة إنه الحكومة تبقى متوافق عليها من البرلمان أصلا. وإن كان البعض بيقول انه ما فيش اي صلة بين المادتين، دي مادة تؤخذ وحدها ودي مادة تؤخذ وحدها، ده تفسير يمكن على الاقل تفسير الدكتور شوقي السيد. لكن خلينا نقول انه بصرف النظر عن انه مجلس النواب هو اللي المفروض يقيل دلوقتي، لا عشان لسه مجلس النواب ما وافقش على الحكومة اصلا، يبقى الجوهر القصة ان رئيس الجمهورية يا جماعة هو اللي يقيل الوزراء، يبقى قرار احمد الزند لازم يصدر من رئيس الجمهورية مش من رئيس مجلس الوزراء، دي مخالفة بينة. طبعا هو سافر، انما كان ممكن يرفع دعوة قضائية لو هو مناوي، لو كان يعني عايز يكمل في سكة العناد اللي يبدو هو يعني تصور انها سكة صعبة شاقة عليه يعني مهما بلغ اعتداده بذاته. وده يسمح لنا برضو بالنظر الى الدستور في مادتين مهمتين للغاية ناويين نعمل معاهم ايه. المادة 122 واللي هي واضحة وضوح الشمس في الفقرة الاخيرة منها، وكل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه. النقطة دي في المادة دي مادة 122 ده بيعني بالنسبة لأي حد يعني يتأمل الدستور، مش محتاج تبقى فقيه دستوري، انه المشروع اللي اترفض الوحيد اللي اترفض لغاية دلوقتي الخطبة المدنية ما ينفعش في دورة الانعقاد. في الفصل التشريعي 5 سنين، دورة الانعقاد اللي هي الشهور من اول نوفمبر لغاية يونيو في كل دورة. يعني طبعا احنا بدأنا البرلمان فبراير، معرفش هيخلصوها امتى دور الانعقاد، انما طالما اترفض في دور الانعقاد ده ما يتعرضش تاني. بقول لك احنا بعتوا قانون الخدمه المدنيه تاني للبرلمان، ازاي يا جماعه هو مش اترفض يبقى مش في دور الانعقاد ده خالص؟ هيقول لك اصل ده مش مشروع قانون ولا اقتراح قانون، ده اصله كان من مشاريع رئيس الجمهوريه، من قوانين اصدرها رئيس الجمهوريه. يا جماعه مش اترفض من البرلمان، يعني كونه اترفض مش معناه انه وقف، يبقى نقعد نقول لا دي حاجه تانية ونقعد نلف وندور ويترفع دعاوى برضه بعدم الدستوريه لما احنا ليه؟ احنا الدستور بتاعنا مش مستاهل انك انت تقعد تلف وتدور حواليه، ما نتعامل كده بشفافيه ووضوح واحترام مع الدستور بدل لعبه القط والفار ده مع كل شويه ازاي نتحايل عليه؟ ازاي نمر من خلاله؟ ازاي نضحك على الدستور؟ ازاي نفلت منه؟ ليه لصالح مين؟ لصالح مين؟ يعني ايه الصالح في ان احنا نهدر دستورنا؟ مين اللي هيكسب في الحكايه دي؟ ولا حاجه، كلنا هنخسر. ما يبقى ده القانون الحاكم بيننا لما يتدغدغ ويتكسر ويتجاهل ويتنفي ويتحنط ويتجمد ويتخشب، كلنا اللي هنخسر، البلد هتخسر مؤكد. اللي فاكرين انه لا ما الوضع اهو كويس ما بتعدي اهي على طريق ده، انا يعني صليت من غير وضوء ونفعت. نفعت ايه؟ وانتوا فاكرين المشاهد بتخلص تاني يوم؟ وبرضه غياب الرؤيه السياسيه، انه انت تبص لبعيد، تراكمات في تداعيات، الاسعار ارتفعت ما حصلش حاجه، هيحصل لو انت ما عالجتش الامور. هو انت عايز تاني يوم الصبح الدنيا تراكمات وتداعيات وتفاعلات زي تفاعلات الكيمياء كده، المجتمعات زي تفاعلات الكيمياء، ثاني اكسيد مش عارف ايه الكربون زي ثاني اكسيد المنجنيز مش عارف ايه الصوديوم يساوي يطلع ايه في المعادله، ودايما في حاجه اسمها العامل المساعد. ثاني اكسيد المنجنيز انا فاكره من ايام الدروس بتاعت ثانوي، انا كنت ادبي فعلى اخر معرفته كان اولى ثانوي، يعني
ثاني اكسيد المنجنيز دايما عامل مساعد، فدايما في عامل مساعد. يعني اقصد انه ممكن يحصل نفس الحدث زي ما بشرح دايما، يعني ممكن لا قدر الله يعني يتوفى حد في العائله، فيبقى مثلا الوالد توفى وفي ثلاث اشقاء ولادهم، ثلاثة ولاده، فتلاقي واحد منهم انهار، واحد تماسك، واحد يعني تماسكه كان اقوى كمان. ردود افعال الحدث هو نفسه، والثلاث ابناء يعني في بيئه اجتماعيه واحده، اهو ولاد الراجل ده نفسه، ومع ذلك واحد ينهار والتاني يتماسك. ده معناه ايه؟ انه في زي ما بقول لك في عوامل مساعده بتحصل. الامور لما الوقائع لما بتحصل لنا في حياتنا مش كلنا بنستقبلها بنفس الطريقه، بعد شويه تخش علينا تفاعلات ثاني اكسيد المنجنيز. ثاني اكسيد المنجنيز ده بيدخل يخلي المعادله مختلفه. يعني ليه الواقعه دي حصلت فالناس اتضايقت وصارت، وليه نفس الواقعه حصلت فمحدش اتحرك؟ لان مفيش ثاني اكسيد المنجنيز العامل المساعد. فالناس اللي بتخطط لمستقبل بلادها واللي بتاخد قرارات وصناعة قرارات لازم تبص دايما للتراكمات والتداعيات، مش تبص تحت رجليها. مرور الموضوع ببساطه، تجاوزنا الدستور وعديناه، يعني ايه اللي حصل؟ لا هيحصل شويه بشويه بشويه. وده يقودني مره اخرى بقى للتشكيل الوزاري. لو احنا بصدد كلام عن تغيير وزاري حقيقي، ولا احنا بصدد كلام عن تغيير وزاري تجميلي ترقيعي جزئي محدود؟ حتى ده، حتى المحدود معمول بروح مختلفة ومغيرة ومستفيدة من تجارب ماضية، ولا هو في أسر الصندوق القديم للخيال؟ يعني مثلا لو أنا بتكلم عن وزير صحة، عايز وزير الصحة يقعد ولا يمشي؟ لازم يبقى في معيار واضح أو معايير واضحة، هو يمشي ليه ومين اللي يجي؟ بمعنى لو انا بس انا عارف طبعا ان الظروف صعبه على مصر كلها، وعارف ان الامور لا يمكن ان تتغير بين يوم وليله ولا شهر ولا اتنين ولا تلاته، لكن ملامح التغيير ممكن تظهر في ساعه، مش في ايام، في ساعه، وفي قرارات ممكن تغير في يوم، تغير بلد، تغير بلد. عارف القرارات زي قرارات من نوع مثلا اللي عمله السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، انه ما بغير مثلا قيمه العمله، ده قرار. عملنا قرارات زي دي مثلا في التعليم، في الصحه، في النقل، في الصناعه، في الاستثمار. مثل بسيط خالص، قرار حتى من القرارات اللي صدرت من السيد هشام رمز محافظ البنك المركزي السابق، قرارات كان لها تداعيات كتيرة وصعبة جدا وعملت مشاكل في السوق. البعض يقول لك دي لأسباب أمنية، ما كانش أسباب بنكية مصرفية، لكن مش مهم، هي صدرت ولها تداعيات. هل احنا فاهمين بقى الفرق بين قرارات تعمل تغيير كبير وواسع أو تعمل مشكلة فظيعة هائلة ومجرد قرار؟ يعني نعرف نطلع قرارات اهو تغير شكل المجتمع وبسرعة. هل احنا القرارات دي اللي خدناها مثلا بصدد النقد اللي خدها تحديدا البنك المركزي مؤخرا، هل في قرارات شبيهه لها اتخذت في الاستثمار؟ هل في قرارات شبيهه لها اتخذت في الصناعه، في النقل، في التموين، في الصحه، في التعليم؟ قرار مثلا من نوع الغاء الثانويه العامه بتنظيم تاني للامتحانات؟ مفيش. اذا احنا مش عايشين حاله القرارات المؤسسه اللي بقول عليها المؤسسه اللي بتعمل بترمي اساس جديد للمجتمع في المساحه دي، في المنطقه دي بتاعت اذا كانت صحه ولا تعليم ولا مال ولا اقتصاد. فلما اجي اقول مثلا وزير الصحه على سبيل المثال، سيبك من ان وزير الصحه الحالي انا في اعتقادي يعني كمحلل سياسي يعني هو وزير فاشل،
لكن مش مهم، يمكن بيحبوا الفشل، ده موضوعهم او معاييرهم للفشل والنجاح. بلد بلدهم على رأي طبعا، رأي البلد بلدنا، بلد بلدنا وبلد كل واحد فينا، يكشي بلد كل مواطن مصري. ما عملناش احنا ثورتين عشان نقول بلد بلدهم، في ثورتين عشان البلد بلدنا، البلد بلدنا، بلد كل واحد فينا، واحنا نصنع قرارها كل واحد فينا، ونشارك في قرارها كل واحد فينا، يوم ما بنحط اصواتنا في صندوق الانتخابات، ويوم ما بنقول ارائنا، ويوم ما بنتكلم، ويوم ما بنتحرك، ويوم ما بنتشاور، ويوم ما بنعلن مواقفنا، ده كل ده مشاركه في القرار ومشاركه في بلدك. وبالتاكيد يوم ما بتشتغل وبتصنع وبتدرس، وكل واحد في وظيفته ومهنته وشغلته. فالبلد بلدنا، شاء من شاء وابى من ابى، ولا يمكن ان نسمح اطلاقا كشعب ان البلد دي تبقى بلد فئه او مجموعه او حاكم او حكومه. لما اجي عشان كده بقول معايير الفشل عندي احتمال غير معايير الفشل عند الدوله، عند الحكومه. يعني السؤال، وبرضه مع التاكيد انه ما فيش مظاهر تغير المفروض انها بتحصل بين يوم وليله، مؤكد، عارفين، عارفين والله عارفين الحجه دي. يعني ارجو ان احنا نتمهل شويه لما نقدمها كحجه فظيعه، المفروض تبقى حيه موسى تلقف بقى كل ما صنع سحره فرعون. وبالمناسبه سحره فرعون امنوا واسلموا، يعني اسلموا لله. السؤال هنا بوضوح، هل في الشهور اللي تولى فيها السيد احمد عماد مثلا، لو انا بقيم من 19/9/2016 قرابة 6 أشهر، بالمناسبة كافيين جدا 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 لفهم عمل وزير تماما، يعني فترة الخطوبة خلصت 2015 آسف، يعني احنا بنتكلم على قرابة 6 أشهر. هنا بقى السؤال، هل ثمت ملامح معالم، ما بقولش تغييرات كبرى، حصلت في المستشفيات مثلا الحكومية الأميرية، في المنظومة الصحية، في مع الأطباء، هل حصل شيء ما ملامح في العملية الصحية في مصر أدت إلى أن الطبيب المصري بدأ له الأمور في طريقها إلى التحسن النسبي، صارت أفضل أحسن، صدر قرارات من نوع أظهر إلى أي حد انه في مسار جديد للعلاقه بينه هو الطبيب وبين وزارته، او بينه وبين مستشفاه، او بينه حتى وبين مريضه، اي شيء من اي نوع. النجاح الوحيد اللي كان 6 شهور اللي فاتوا دول له علاقه بعلاج فيروس سي، ده مرده الوزاره السابقه ولجنه فيروسات الكبديه اللي عملت دور رائع جدا، واول حاجه عملها احمد عماد لما جه انه رفدهم، وبقى رجع طبعا بعد فوضى كثيره اعادهم مره اخرى بالقيادات بقى ال 14 ولا 16 قياده اللي مشاها من وزاره الصحه. الحاله اللي بيصاب بيها كل وزير جديد فاكر انه لما يجي لازم يجيب رجالته، أسوأ واحط تعبير بيستخدم في الجهاز البيروقراطي المصري لما يتقال ده فلان جايب رجالته، اصل ده لازم يمشي طبعا ويجيب رجالته. ايه رجالته دي؟ ايه رجالته دي؟ نروح بقى لاسئله كثيره خاصه بوزارة الصحة ونحط علامات كده. أنا كان عندي صديق يعني اسم كبير في عالم الأدب، يعني زمان وإحنا صغيرين شباب كده، هو هيفضل شباب على طول طبعا، كان يجي يقول لك مثلا إيه، أحبها لا أحبها، عايز يعرف هو بيحبها ولا لا، ويقوم كاتب في الورقة كده، ما كانش بقى حكاية الكمبيوتر ولا ورقة وبالخط كده، ويكتب كارت كروت زي كروت البحث كده، أحبها واحد، لما بشوفها قلبي مش عارف ايه، اتنين لما ايه، تلاتة ايه، وبعدين لا أحبها واحد، ويشوف الأدلة والموجود دلوقتي اللي قدامه بقى كده بيحبها ولا ما بيحبهاش، كم سبب يقول انه بيحبها وكم سبب انه ما بيحبهاش، أو العكس، أو ليه أترك خطيبتي لا أتركها، انفصل عنها او لا انفصل، ويقعد يكتب مثلا الاسباب اللي بتخليه حاسس انه مش هيقدر يكمل معاها.
واحد اتنين تلاتة اربعة خمس، الاسباب اللي بتقول متعلق بيها ويبدأ يوازن بالاتنين. بالمناسبة خدوا طريقة يعني صديقي في التعامل مع خطيبته او مع يعني تفاصيل حياته واستخدموها انتوا في التعامل مع الوزراء، اللي هو ماذا فعل وماذا قدم، ما الذي كان مفروضا ان يقدمه ولم يفعله، ايه السلبيات اللي عملها، فندرس كل واحد بالطريقة دي فنعرف على الاقل نعرف هو بيمشي ليه، هو نفسه يعرف هو بيمشي. انا سألت وزراء والله العظيم ثلاثة لا عرفوا هما جوهم ليه ولا مشوا ليه. ده بس عشان الامور واضحة او تبقى واضحة. لما بنسأل مسؤوليته بتختاروا ازاي الوزراء، فقالوا احنا ما بنعرفش نلاقيهم، احنا مش الناس بترفض وبتاع، بترفض ليه؟ فعددوا لنا ثلاث اسباب، كلام رئيس وزراء يعني، عددوا لنا ثلاث اسباب. السبب الاولاني هو احنا الاعلام، ان في ضغوط دايما من الاعلام، والاعلام بيهاجم الوزراء فيجي ليه ويبهدل نفسه ليه، ماشي، تعاملوا مع الكلمه على اعتبارها بهدله، النقد او الهجوم يعني. رقم اتنين ليه ما بيرفضوا الناس يعني، اللي هو بقى المفروض الكفاءات اللي بيتعرض عليها بقى تعالي، فهم بيتمنعوا عشان الاسباب دي، اول حاجه الاعلام وهتهاجم طيب. تاني سبب انه هتديني كام في الاخر يعني، مبالغ محدوده ومفيش عائد ومكسب. السبب الثالث انه مين قالك ان انا هقعد، ما انت ست اشهر ولا سنه وتمشوني، وانا راجل عمري 40 سنه ولا 50 سنه ولا بتاع، وانا لسه طلعوني معاش بدري ليه؟ اعمل ايه انا لما اخرج؟ اشتغل ايه بقى؟ التلات اسباب دي اللي معروضه لان الناس بترفض. انا رايي انه اللي بيرفض للتلات اسباب دي اساسا مش مفروض يتعرض عليه، انتوا رايحين للناس الغلط، انتوا بتروحوا للناس الغلط، بتروحوا الموظفين خايفين على المعاش، ده رقم واحد. رقم اتنين بتروحوا لناس هشه ملهاش في العمل العام، ناس هشه يعني ايه بقى اصل الاعلام، اعلام ايه ده، دي هشاشه. الموظف العام مهمته التعامل مع الجمهور ومع الاعلام ومع وتحمل النقد والهجوم بمنتهى، دي جزء دي اسمها الخدمه العامه. والكلام برضو على انه الاعلام هو اللي بيهاجم، يا جماعه الاعلام بيتهاجم ليل نهار، وكل واحد بيقول كلمه بترد عليه شتائم وسخائم وبلاوي سودة، وفي ضريبه بتدفع، ضريبه من دم واعصاب الجميع يعني، فكل تحت دائره الضغط، مفيش حد بره المشهد كده ومراوغ. وبعدين انا مش فاهم انتوا رايحين لفنانين تشكيليين مثلا تقول له تعالى سيب مرسمك وفنك وتعالى اشتغل عمل عام، او روايه قاعد معتزل في فوق جزيره صغيره في بحر الواحد هو وسعاد حسني مثلا، وبتقول له تعالى اشتغل وزير، تروح للناس المفروض متصديه للعمل العام وعارف العمل العام ده يعني بيتصدق ببعض نفسه، فده طبيعي وده شرف، شرف انه ان المصري يخدم بلده في موقع الوزير، شرف كبير المفروض هو يعرف ان ده قيمة كبرى، ويعرف ان الخلافات السياسية وهجوم الاعلام هجوم اعلام وسياسيين، بعد كده البرلماني اللي هاجمه بيسلموا على بعضه ويضحكوا وينبسطوا وتعاملوا عادي خالص، زي بالظبط الاهلي والزمالك زي لعيبه الكره في الماتش، كل واحد بيعمل شغله، واحنا نلعب مع بعض في الملعب، وده يشوط وده يزعق وده يعمل انذار وده فاول بتاع، ويخرج في الاخر كل واحد يدي الفانيلا لزميله. ليه؟ لان دي هنا برضه نفس الحكايه، دي سياسه مش مساله شخصيه، مش معناه انك انت بتهاجم الوزير انك بتكرهه او انك ما تكلموش او انك تعامله وحش او هو يعاملك وحش، مش ده ايه ده، دي مراهقة على فكرة، ده معناه ان المجتمع لسه لم ينضج اطلاقا اطلاقا، ده الناس تبقى خصوب سياسية مقطعة بعض في البرلمان ومسلمة على بعض وبيتعشوا ويتغدوا بعض عادي خالص زي لعيبة الكرة بالظبط في الملعب. فانتوا بتروحوا للنماذج الغلط وبتروحوا بغير معايير. لما اجي اتكلم عن مثلا وزير التعليم في الست اشهر عمل ايه في الست اشهر؟ ماذا فعل في الستة اشهر؟ بدا منه اي اماره من اي نوع؟ انت النهارده الرئيس بيقعد مع المجلس الاستشاري التعليم ويطالب تطوير كذا ويطالب طموحات ونجرب التجربه اليابانيه وبتاع، الراجل اللي عندك ده وزير التعليم ما عندوش اي خبرات لا تطوير ولا اصلاح ولا اي حاجه خالص، راجل موظف من البيت للشغل ومن الشغل للبيت،
لا راجل كان عمره بتاع منظمات تربوية ولا مش عارف مؤسسات تعليمية دولية عالمية، ولا كان بتاع طالع بالبحث ده عن تطوير التعليم ورايح بيه للجامعة، ولا راجع من البحث ده رايح على مؤتمر، ولا مفيش ده خالص خالص إطلاقا. حتى أداؤه اليومي أداء لا يمكن بأي حال من الأحوال تقول إنه مؤتمن على مش تطوير التعليم، على تسيير العملية التعليمية. رأيك بقى إنه أعظم وزير تعليم؟ ده موضوع أنتوا أحرار يا جماعة. ليه؟ خدوا بالكم ليه؟ لأنه في مجلس نواب عنده 131، مش العربية 131 الشهيرة دي، لأ عنده 131، اللي هي 131 هقول لك عليها. لكن لما مثلا نتكلم عن وزير الطيران، وزير الطيران من فبراير 2014، من سنتين، قول لي قول لي كل البلاوي السوداء اللي في الطيران دي يقعد ليه؟ الا برضه اصل ده لو اهل الثقه، واصل ده راجل طيب، واصل ده بيسمع الكلام، لا ده مش بتاع مشاكل، اصل ده ايده نظيفه، الكلام ده بقى اللي ما يبيعش خالص. الكلام ده بقى الحقيقه الاصل احنا مش لاقيين غيره برضه، ده بقى دي مصيبه سودة تانية. انتوا مش شايفين، انتوا مش تشوفوا في حته غلط. نعمل لكم ايه طيب؟ بتشوفوا في حته غلط، انتوا رايحين حته تانية. تعرفين المثل الشهير بتاع او الحكايه بتاعت اللي جحا اللي بيدور على فلوسه في قاعد في الشارع منور كده قاعد يدور على حاجه في ارض، بيقول بتعمل ايه يا جحا؟ قال له بدور على فلوس. هي وقعت هنا؟ قال لا، وقعت في الشارع التاني بس الشارع ده منور، هو بيدور في مكان تاني. انتوا بتروحوا بتدوروا في مكان تاني، بتدوروا في شارع غير الشارع اللي المفروض تدوروا منه. فادي وزير طيران، انا بتكلم على امثله عشان لما تقعد انت كده وتتلقى الخبر ده في وشك انه تغيير وزاري وتم مش عارف، واجتمع السيد شريف اسماعيل بسيد مرشحا لوزاره كذا، مش عارف. لما تسمع الكلام ده تقوم مطبق عليه المعايير دي. هل ده التغيير ده ينبئ بتغيير ولا ده ولا حاجه؟ ده موظف مش موظف جه، ده له معايير واضحه متسق مع رؤية 20. أنا الوحيد على فكرة في مصر بتكلم عن رؤية 2030، حصلت لها الضجة الأولانية دي وبعدها ولا بني آدم فاكرها ولا الوزارة بتقولها ولا حدش بيتكلم فيها خالص. تقريبا أنا الوحيد اللي بقول كل شوية مصر 2030، يمكن أنا الوحيد اللي قاريها. يعني إحنا قصاد لحظة حقيقية تمتحن رغبتنا في التقدم، مش في حل الازمات. انا قلت لكم قبل كده والله العظيم كل ازمات مصر هتتحل باذن الله، كل الازمات تتحل. ناقص الازمه سببها 1 2 3، تحل 1 2 3 المسائل. شوف الدولار كان واصل فين بقى فين، لانه 1 2 3 ما قصها مش يعني مش كيمياء، مش معضله هائله، دي مشاكل لا حلول، اختار الحل بس يلا اتفضلوا حل وهتحل كل حاجه تتحل. لكن في فرق ما بين الازمات اللي باذن الله كلها تتحل، اللي ياخد له شهر ياخد له سنه، انما كل المشاكل تتحل. لكن في فرق ما بين حل الازمات اللي هو بقى تسيير الواقع، وما بين التقدم. التقدم ده حاجه ثانيه خالص خالص، مش حل الازمات. التقدم ده فلسفه كامله ما بتتاخدش حته وحته، لا يعني مثلا ما تقولش انا دولة مدنية وتسيب عندك كهنوت، ما تقولش انا دولة حديثة وتسيب عندك احزاب دينية، ما تقولش انا دولة ديمقراطية ومش طايق حقوق الانسان وبنطرد منظمات حقوق الانسان، ما تقولش انا دولة عدالة وبتعمل قوانين ضد الدستور وبتطبقها وتفعلها، ما تقولش انا عندي مجلس نواب وبعدين عايز تشغله على طريقة الاتحاد الاشتراكي، ما تقولش ده انا مؤمن بالتغيير ولا بتداول السلطة وفي نفس الوقت متجمدين ومش عايزين نغير ولا نتغير. القصة التقدم على بعضه كده، بضاعة على بعضها، يقول لك يا فندم انت لازم تاخد الدستة كلها، ما ينفعش تاخد ثلاثة من الدستة كده بوظت علينا البيعة. التقدم كده لازم تاخدها كلها على بعضها، انما حته من دي وحته من دي ونغير هنا ودي معلش ناجلها شويه، دي خلاص باظت باظت. دي انا بقول والله دي قوانين طبيعه. يعني
زي شروق الشمس من المشرق وغروبها من المغرب او من الغرب. ده دي قوانين طبيعة. فليكن التغيير كما يكون بقى، خلاص احنا بالعكس انا متشوق اعرف ابو محدود وهش وخيال قديم ولا معالم ملامح تغير حقيقي، وهل بلد تشهد. انما ليه بقى كمان؟ لانه في 131. ايه 131؟ المادة 131 في الدستور بتقول لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم، يعني في سحب ثقة لنائب وزير كمان. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجوابه وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس على الاقل. المجلس عندنا 596، يعني 59 واحد على الاقل. ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه، يعني جه المجلس النواب سحب الثقة من وزير بعينه، فرئيس الوزراء زعل والوزراء زعل، احنا متضامنين معاه، تمشوا كلكم. وجب ان تقدم الحكومه استقالتها، واذا كان قرار سحب الثقه متعلقا باحد اعضاء الحكومه وجبت استقالته. خلاص. اذا انت طول الوقت غيرت ما غيرتش، جبت كتير جبت قليل، القرار دلوقتي في ايد مجلس النواب. مجلس النواب حتى لو الوزاره دي تشكلت بوضع الحالي الراهن، من تاني اسبوع يقدر يستجوب ويسحب ثقة. فالحرص على اختيار وزراء ناجحين ومش بيوتهم من زجاج وقادرين على ادارة علاقة مع مجلس نواب وقادرين على ادارة علاقة مع مجتمعهم وبينجحوا في ابراز ملامح تغيير، حتى بلاش يعني يغيروا، هو ده الفيصل. لانه بعد كده لو انت اخترت الوزراء على غير هذه المعايير هيروحوا في البرلمان واسحب منهم الثقه. واظن يبقى المشهد هنا صحيح مجلس النواب بيمارس صلاحياته، المجلس هنا معناه انه الاختيار ما كانش كويس وما كانش دقيق وما كانش صح. مره اخرى دي بلدنا، البلد مش بلدهم ولا هكون بلدهم، البلد بلدنا كلنا، بلدهم وبلدنا وبلدكم وبلدهم ودكهم على راي الراحل العظيم أحمد رجب والراحل العظيم مصطفى حسين. هذه بلدنا، صوتنا ومشاركتنا فيها بشغلنا وبعملنا وبكرامتنا وبحريتنا وبإصرارنا وبتصميمنا عمرها ما هتبقى بلد الحكومة، ولا عمرها هتكون بلد الأجهزة ولا بلد الرئيس، دي بلد المصريين جميعا. إلى فاصل. العام الدراسي 2013-2014 كان علامة فارقة في الحركة الطلابية والعمل السياسي بالجامعات، حيث نقلت جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 30 من يونيو وما خلفها من أحداث، نقلت صراعها على السلطة إلى ساحات الجامعات، وهو ما تسبب في ارتباك لدى الدولة ولدى أجهزتها الأمنية لفترة في مواجهة تلك التنظيمات. على إثرها تم اتخاذ الكثير من الإجراءات، أبرزها تجديد القبضة الأمنية على الحركة الطلابية والنشاط السياسي داخل الجامعات. وبالتزامن مع ذلك تزايدت المخاوف من تأثير تلك الأوضاع على العمل السياسي لطلبة الجامعات، خاصة مع رفض وزير التعليم العالي اعتماد نتائج اتحاد طلاب مصر. القرار الذي أرجعه البعض إلى فوز المنتمين لتيار طلابي مستقل في مقابل ائتلاف صوت طلاب مصر الذي كان يواجه اتهامات بأنه مدعوم من الدولة. والسؤال الآن،
هل تستمر إجراءات وزارة التعليم العالي ضد أي نشاط سياسي؟ وما هو مصير اتحادات الطلبة المنتخبة؟ إذن إلى مناظرة الأربعاء، هل تحولت الجامعات المصرية إلى جامعات بوليسية؟ ده السؤال اللي مطروح في هذه المناظرة، وعليكم أيضا في التصويت بالنسبة للجمهور، سواء احنا طرحنا السؤال من فترة ومستمر السؤال نفسه فترة للحصول على إجابات واضحة من جمهورنا حول هذا السؤال. كل واحد فينا طبعا إما كان شابا أو وليا للأمر، يعني في بيته جامعة تقول وتحكي من خلال ابنه أو ابنته، ربما يشعر المصريون الآن باستقرار حقيقي للشأن الجامعي، لكن هذا الاستقرار جاي من كون ان الجامعات استردت عافية جامعات علمية بجد، ولا نتيجة اسباب تدخلات امنية جعلت كما يتصور البعض ويقول او يزعم ان الجامعات تحولت الى تدخلات بوليسية واضحة. دعنا نبدأ مناظرتنا لهذه الليلة مرحبين بطرفي المناظرة، الاستاذ مجدي طارق مسؤول ملف الطلاب بالتيار الشعبي. اهلا بيك يا استاذ مجدي، منورنا. منورك. مجدي طارق عبد الله، طالب في جامعه حلوان كليه التجاره الفرقه الثانيه، مسؤول ملف الطلاب سابقا في حمله امنع معونة، مسؤول ملف الطلاب حاليا في التيار الشعبي. والاستاذ احمد صبري امين التنظيم ومسؤول ملف الطلاب بحزب مستقبل وطن. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك استاذ ابراهيم وكل الساده المشاهدين. احمد محمد صبري، عضو بحزب الجبهه الديمقراطيه سابقا، رئيس اتحاد طلاب كليه الهندسه جامعه قناه السويس سابقا، امين التنظيم ومسؤول ملف طلبه الجامعات بحزب مستقبل وطن. إذن إلى السؤال الأول والإجابة بدقيقتين، موجه السؤال للأستاذ مجدي طارق، الهدوء الاستقرار الجامعي الآن وهو محل يعني توافق بين الجميع أن الجامعات لم تعد تشهد لهذا العنف ولا تلك التوترات ولا تلك المظاهرات ولا الشغب ولا إشعال الشماريخ، ها هو الاستقرار أو الأمان أو الهدوء في جامعات مصر، إذن السبب هو الانضباط الأمني وليس هناك سبب آخر. لا، يعني هو السبب الحقيقي ان الطرف اللي كان بيمارس العنف داخل الجامعات وهم طلاب المحسوبين على جامعة الإخوان معروفين بطلاب ضد الانقلاب، في تراجع كبير جدا مرتبط بالموقف اللي هم كانوا واخدينه وتراجعهم واندحار شعبيتهم داخل الجامعات، مش لانضباط الأداء الأمني بقدر ما هو نفور الطلاب منهم وإن مفيش أسس أو ركائز قوية بتحكم القضية بتاعتهم. لكن الحقيقة هو الجامعة مش شهرت تراجع للعنف بس، هي الجامعة شهرت تراجع من بعد 30/6 تحديدا أو في الثلاث سنوات الأخيرة للأنشطة الطلابية بشكل عام. يعني احنا عندنا الأنشطة السياسية شبه محظورة جوه الجامعة، وإن كان بيقال غير ذلك في تصريحات المسؤولين، وده كان واضح في انتخابات اتحاد طلاب مصر الأخيرة وموقف النظام منها، لأن هي أنتجت طلاب مش من الطلاب اللي هنتكلم على الانتخابات ورد الفعل اللي حصل من قبل الدولة. لكن السؤال دلوقتي الهدوء اللي في الجامعة، حضرتك بتقول إنه سبب انحصار شعبية الإخوان، لكن الدور الأمني ما كانش متواجد جوه الانضباط الأمني، ما ساهمش بدور؟ لا، يعني لو نتكلم بوضوح فالأداء الأمني داخل الجامعة كان بيجيب نتيجة عكسية. يعني احنا لو شهدنا بعد 30/6 في موسم العام الدراسي 2013/2014 كانت بداية مظاهرات ومسيرات طلاب الإخوان داخل الجامعات ما كانتش بتحظى بأي تأييد طلابي، وكانت الأعداد معروفة إلى حين بدأت الداخلية التدخل جوه الجامعة واستخدام العنف مع الطلاب، فاستنفرت الطلاب. وده جيب نتيجة عكسية، نتيجة سقوط طلاب أبرياء جوه الجامعة، ولعل كان أبرزهم الزميل محمد رضا
شهيد كلية الهندسة بجامعة القاهرة. يعني احنا اذا غياب الامن وغياب الاخوان هو اللي اعاد الهدوء للجامعات المصرية. خلينا نحصل على اجابة من الاستاذ احمد صبري فيما يخص ان البعض اللي بيقول اذا اللي زعلانين من وجود دور للامن داخل الجامعات ده دور خاص به يعني استقرار المنشآت وامانها ولا علاقة له بالتدخل في مواقف او عقائد او تصرفات الشباب بالطلاب. الإجابة لدى أحمد صبري في دقيقتين. أنا أعتقد أن أولا بتفق مع الأستاذ عبدالله مجدي عبدالله فيما قاله بقصة انحصار شعبية طلاب الإخوان المسلمين داخل الجامعة، وده مرتبط كمان بخارطة الطريق والمسارات اللي مشيت فيها. كان طلاب الإخوان المسلمين أو طلاب ضد الانقلاب كانوا شايفين أن الاحتجاجات داخل الجامعة ربما تعطل مسار خارطة الطريق من انتخابات رئاسية والدستور وبعد كده انتخابات مجلس النواب. وأنا أعتقد أن كان الانحصار ده جه بعد تم الاستفتاء على الدستور في 2014 وانتخابات رئاسية في يونيو 2014، ساعتها حصل تراجع كبير. كمان حصل ان الامن بدأ ينسحب من المشهد في الجامعات المصرية، وده كان نتيجة لي ان هدئت الامور داخل الجامعات المصرية وبدأت الامور تتراجع خطوة خطوة الى ان وصلنا النهاردة ان تقريبا مبقاش فيه اي احتجاجات داخل الجامعات. عدم تدخل الامن وتراجعه هو اللي خلى فيه هدوء اكتر واحد. سبب من اسباب الهدوء. كمان فكره ان الحرس الجامعي كان الكل متخوف ان هو هيعود للمشهد مره اخرى داخل الجامعات المصريه، مش موجود النهارده الحرس الجامعي، ابتعد تماما الامن عن المشهد داخل الجامعات المصريه. اعتقد كمان ان التنظيمات السياسيه اللي موجوده داخل الجامعه هديت تماما في الانشطه بتاعتها، وده كمان مش هقول مرتبط بقبض امنيه بقدر ما هو مرتبط ب ركود في الوضع السياسي العام في مصر يعني عامة. انعكس بالطبيعة على العمل السياسي في الجامعات المصرية، وبناء عليه وصلنا النهاردة ان في انتخابات اتحاد الطلاب بعد سنتين من توقفها ونتج عنه الأزمة الأخيرة اللي حصل اللي اعتقد ان احنا هنتكلم عنها. يعني غياب التنظيمات السياسية ده ونشاطها مصرية قبضة ابنية ده نتيجة ركود الحس السياسي في مصر كل الانتخابات اللي حصلت طبعا ده؟ اغلب الاحزاب المصرية اللي كانت ليها تواجد قوي داخل الجامعات المصرية، مثلا زي على سبيل المثال حزب الدستور ومصر القوية، الزخم بتاعها والوضع بتاعها بره الجامعة عندما سكنت فهدأت التنظيمات بتاعتها داخل الجامعة. الدكتور خصو اشكرك جدا استاذ احمد. استاذ احمد بيقول لنا انه الهدوء اللي حصل ملوش دعوه بالقبضه الامنيه، وانه التنظيمات السياسيه اللي جوه الجامعه هدوءها او ده عباره عن ركود مش تدخلات او قبضه امنيه. الاستاذ مجدي طارق الاجابه في دقيقتين برضه. طيب يعني خلينا نتكلم ان في واضح من الانتخابات الطلابية الأخيرة وبرغم الزخم اللي حصل حواليها والأزمات اللي حصلت فيها، لكن كان في نفور واضح من الطلاب من العملية الانتخابية جوه الجامعة، لأن ما كانش في مصداقية حقيقي إن السلطة دي عندها استعداد إن هي تعمل انتخابات ديمقراطية حقيقية جوه الجامعة تنتج أو تفرز طلاب على غير هواها. يعني دون كان واستخدام العنف برضه جوه الجامعه مع طلاب وسقوط شهداء من داخل الحرم الجامعي وفصل عشرات الطلاب ان لم يكن مئات من الطلاب فصلا تعسفيا بدون تحقيق ابسط قواعد العداله جوه الجامعه ادى الى نفور الطلاب عن اي انشطه جوه الجامعه. الفصل ده اللي حصل يا استاذ مجدي مرده ان دول طلاب منتمين لجماعات ارهابيه، وادي الفصل لما حصل جامعتك هديت. لا ده مش حقيقي، هي الجامعة هديت لأن الطلاب انسحبوا تماما عن المشهد زي ما أغلب شباب مصر انسحبوا عن المشهد السياسي. يعني احنا لو نشوف نبص لخريطة المقبلين على التصويت في الانتخابات اللي تمت في مصر من بعد 30/6 لأن الشباب شبه غايب أو محجم تماما عن المشهد بسبب التوجهات بتاعة النظام وانحيازاته الوطنية والاجتماعية وملف الحريات عموما، يعني اللي بيشهد حالة أسوأ مما قبل 25 داخل الجامعة داخل الجامعة وبره الجامعة. يعني احنا بنتكلم عن طلاب، احنا بنتكلم في الجامعة دلوقتي. يعني داخل المشهد الجامعي داخل الجامعة وبره الجامعة، واحنا ما نقدرش نقول ان المشهد هدي لان الطلاب السياسيين بس اختفوا وان احنا قبضنا على طلاب الاخوان ولمناهم بانضباط الاداء الامني. لا ده مش صحيح. هم الطلاب كجزء او قطاع كبير من الشباب زي شباب مصر كلهم احجموا عن المشهد العام داخل الدوله. هننطلق من
الكلام الاخير اللي قاله الاستاذ مجدي الى الاستاذ احمد صبري في تعليق في دقيقتين خاص بيه، لا ده القصه كلها قصه احجام من الشباب عموما في الوطن كله عن السياسه انتخابات او غيرها، ومن ثم كمان الجامعه. هل في مستقبل الوطن شايف المشهد بالطريقه اللي بيطرحها الطيار الشعبي؟ لا، انا زي ما قلت لحضرتك يا استاذ ابراهيم، انا شايف ان الموضوع مرتبط بان اولا الطلبه اللي بيشتغلوا بالسياسه او بيهتموا بالشان العام هم نسبه لا تتعدى 2-3%، وده امر واضح حتى في قمه الزخم السياسي بعد ثوره يناير ما تعداش هذه النسبه، ويبدا الاخرين يعني بيشاركوا معاهم او بيبداوا ان هم يعملوا تحت الوقت. فبالتالي لما هذه الشريحه بدات ان هي حصلها حاله ركود، وحصل بعد سنتين ان النهارده هؤلاء الطلاب اللي كانوا في قمه زخم السياسه تخرجوا لان ما كانش في انتخابات اتحادات طلابيه وما كانش في عمل سياسي داخل الجامعه، فبناء عليه حصل ان في شبه تفريغ للكوادر اللي كانت مهتمه بالعمل السياسي داخل الجامعه. فبالتالي النهارده طلع اتحاد طلاب شبه مستقل تماما عن الحركات السياسيه والحركات الحزبيه خارج الجامعه. ومثلا الاستاذ مجدي بيقول ان مثلا النهارده احنا الطلاب كلهم محجمين عن المشاركه، طب ازاي؟ طب احنا عندنا اصلا اتحاد طلاب مصر النهارده اللي هو موقوف عن القيام بمهامه اساسا، السبب الرئيسي لكل الحركات الطلابيه وكل الحركات السياسيه بتقول انها توقف اساسا لان هو ليس على هو السلطه، فكيف هؤلاء الطلاب اذا كانت الدوله منع العمل السياسي جوه الجامعه، اذا كانت ان هي بتحجم العمل الطلابي، هؤلاء الطلاب وصلوا لهذا المكان اللي النهارده عامل الازمه الكبيره دي؟ لا طبعا، هؤلاء الطلاب اللي وصلوا لاتحاد طلاب مصر على قمه الهرم السياسي اتحاد طلاب مصر مش هيوصلوا الا اذا كانت هناك مشاركه من كل الطلاب ومختلف التمات السياسيه، والا ما كانوش اصلا شاركوا من البدايه، ما كانوش وصلوا لهذا المكان، ما كانوش عبروا عن رايهم اللي بناء عليه حصلت الازمه الاخيره. فانا بختلف مع فكره ان هناك اقصاء تام، لا هو حصل ركود، وهذا الركود نتج عنه الوضع اللي موجود في السياسة جوه الجامعة، وحصلت الانتخابات وطلع طلاب وطلعت كوادر ليها رأيها اللي مختلف ربما مع الإدارة في وزارة التعليم العالي أو مع الدولة في بعض الأمور مش في كل الأمور، خلينا نقول إن في اتفاقات، وبناء عليه أصلا أصبحت قدام أزمة اللي احنا بنحاول نشوف لها حل النهاردة. عظيم، يعني انت برايك انه الطلاب شاركوا وطلاب عملوا شيء مختلف وجابوا طلاب مش على هوا الدوله، فقامت الدوله موقفه العمليه الانتخابيه عشان جت على غير هواها. خليني اقف عند اتحاد الطلاب اللي هو واضح انه مسار نقاش حقيقي. موقف الدوله فيه وممثله في وزير التعليم العالي، والحقيقه انا سمعت كل تصريحاته الخاصه اللي هي بتلف وتدور حول القضيه، وضع ده قرار اجهزه امنيه يعني يتم تلبيته والاستجابه اليه من خلال وزاره التعليم العالي. السؤال، هل موقف الدوله ده ينم عن رغبتها في حياه سياسيه داخل الجامعه؟ اللي جاب في دقيقتين برضه سمعت. طيب يعني احنا ما نقدرش نفصل رغبه الدوله او النظام السياسي القائم عن عمليه سياسيه جوه الجامعه عن المشهد في المجتمع ككل، هي الدوله مش عاوزه عمليه سياسيه في اي مكان في البلد. يعني احنا لو تابعنا المشهد بتصريحات السيد الرئيس عن ان ما تسمعوش كلام حد جديد، انا وكلام على نفس هذا الشكل في خطابه قبل الاخير على ما اتذكر، ده بيقول ان احنا مش قدام دوله رغبه في صوت اخر، هي دوله مصره او بتصدر دائما فكره الصوت الواحد، وفكره الصوت الواحد فشلت قبل كده وتعرضت الدوله سببها لانتكاسه شديده جدا، بل بالعكس كان وقتها كان في انحيازات وغيره. لكن وده ظهر في اتحاد الطلاب يعني؟ لا يعني هم لما لقوا صوت مختلف وقفوه؟ احنا جوه الجامعه اللي في صوت مختلف، في طلاب هنا هو مش يعني جايين عندهم رؤيه. بس عايز رد على الاستاذ احمد، هو بيقول لك ده معناه انه الطلبه راحوا اقبلوا وشاركوا زي انهم جابوا طلاب. لا ده مش حقيقي، الطلبه ما راحوش اقبلوا يا استاذ ابراهيم، يعني احنا لو بنبص لنسبه المشاركه ونبص لعدد المقاعد اللي حسمت بالتزكيه وعدد المقاعد الفارغه في بعض الكليات، احنا ندي مثال مثلا بكليه الاداب جامعه قناه السويس فيها 56 مقعد، ترشح 26 طالب جم بالتزكيه والباقي جم بالتعيين. فاحنا ما ينفعش نقول ان احنا قدام طلاب بتشارك وطلاب بتقبل على المشهد الطلابي. لا، في حاله نفور عام من اي او عدم ثقه في اي عمليه ديمقراطيه بيطرحها النظام جوه الجامعه او بره الجامعه. والحال النظام اثبت حسن ظنكم بيه بالظبط بالظبط، ودون يعني كان متوقع، وكان نتيجته ان كان في تخوف يعني
نفور من طلاب محسوبين على حركات سياسية قبل الانتخابات، وكنت أنا من ضمنهم في عدم رغبة، لأن إحنا مش شايفين أي جدية في النظام إنه يعمل أي عملية ديمقراطية جوه الجامعة. طيب، من إجابة برضو الأستاذ مجدي، الأستاذ أحمد قدامنا حقيقة بيطرحها مسؤول الطلاب في طار الشعبي أمام مسؤول الطلاب في مستقبل وطن، إنه لا ما حصلش إقبال، وأقدم الدليل من خصم قناة السويس، والحقيقة الأدلة كتيرة يعني، وإنت المفروض قناة السويس، ما فيش إقبال على الترشح حتى مش على الانتخاب، ده دليل على غياب السياسة من الجامعة، ودليل على غياب حماس طلاب الجامعة للعمل السياسي، ودليل على دخول الدولة بقوة والأجهزة الأمنية في تعطيل المشهد السياسي داخل الجامعة. الإجابة في دقيقتين. طيب، هو أولا أنا كلامي قلت إن مش قصة مشاركة بقدر ما هو إقبال من الطلاب نفسهم الممارسين للعمل العام، اللي إحنا اتفقنا من البداية على إن المشكلة المعضلة فيهم، لأن إحنا اتفقنا إن في شريحة كبيرة من الطلاب أساسا مش مهتمية بالعمل العام داخل الجامعة. 3% بس اللي هم دخلوا في السياسة. بالظبط. فالنهاردة أنا بتكلم على إقبال في المشاركة في الانتخابات الاتحاد الطلابية، وأنا عارف إن أساسا في أغلب الاماكن اللي حصل عليها انتخابات في اقصى كليه زي مثلا كليه حقوق القاهره اعتقد حصل فيها الانتخابات او التزكيه كانت نسبه فيها 14%، وباقي كل جامعات المستقله كانت نسبه التزكيه بتوصل ل 100%، توصل ل 50%. انا عارف، انا بتكلم على مشاركه الطلاب اللي مختلفين مع بعض توجهات الدوله او مع بعض افكارها في العمليه السياسيه، بدليل ان هم وصلوا للعمليه الانتخابيه النهائيه، يعني عشان بس يبقى الكلام. طب بتفسر بين الدوله عطلت الانتخابات او نتيجه الانتخابات؟ هتكلم انا اولا عندي مشكله في التوظيف السياسي نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر. النهاردة في الوقت اللي الأستاذ مجدي بيتكلم فيه على أن الحركات السياسية والحركات اللي هي مختلفة مع الدولة ابتعدت بنفسها عن المشاركة في المشهد الطلابي، سارعت فور إعلان نتيجة الانتخابات الطلابية بإعلان تأييدها الكامل نتيجة الانتخابات، وإعلان أنها انتصرت على الدولة في معركة هي أساسا لم تشارك فيها، وإعلان أنها حققت انتصارا رغم كل التدخلات الأمنية وكده. وأنا اعتقادي أن لو كان هناك تدخلات أمنية بالشكل اللي كان كل الناس السوشيال ميديا وفي الحركات السياسية بيتكلموا عليه، ما كانش هيوصل أصلا أن في طلاب ممكن يكونوا مختلفين وموجودين في العملية الانتخابية في المستوى الأخير من انتخابات اتحاد طلاب مصر. فبالتالي لازم في الأول نفصل ما بين التوظيف السياسي لانتخابات اتحاد طلاب مصر وما بين ما حدث في الانتخابات وما وصلنا إلى هذه الأزمة، عشان نبقى في البداية عارفين احنا بنتكلم في نقطة معينة ماسكينها بنتكلم فيها. فالنهاردة احنا بنتكلم في أزمة في انتخابات اتحاد طلاب مصر، وبالمناسبة هي الأزمة كلها في منصب الرئيس ونائب الرئيس، مش في المجلس الاتحاد اللي هو فيه 14 واحد نجحوا وما عندهمش أي مشكلة وممكن يمارسوا المهام بتاعتهم في الجامعات، وعندنا 23 جامعة بالاتحادات الطلابية بتقوم بدورها النهاردة وبتتواصل وبتقوم بأنشطة في الجامعات بتاعتها. الوقت انتهى، لكن هو لا زالت الأسئلة مفتوحة خصوصا فيما يخص التوظيف السياسي لانتخابات اتحاد الطلاب جامعة مصر المعطل إعلان نتيجتها. لكن خلينا ننتقل إلى الفاصل، لكن قبل ما نروح الفاصل لازم نعرف أن نتيجة التصويت حتى الآن، هل تحولت الجامعات المصرية إلى جامعات بوليصية؟ 90% نعم و10% لا، يعني إجابات متشائمة جدا ونكدة للغاية، لكن على الأقل ده رأي الجمهور حتى الآن، ما نشوف سينتهي إلى إيه، ونحن مستمرون لاذلنا في مناظرة الأربعاء بعد الفصل. شهد الرئيس جمال عبد الناصر والسيد عبد اللطيف البغدادي نائب الرئيس والوزراء حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الرابعة الذي أقيم بالنادي الأهلي بالجزيرة، كما شهد الحفل رجال السلك السياسي وعمداء الجامعات والأساتذة. واصطفت حشود الشباب في الملعب، وقف الرئيس جمال عبد الناصر في المقصورة وأطل على الشباب المنتشر في ساحة الملعب، وأعلن سيادته افتتاح أسبوع شباب الجامعات. اطلع اطباء مهندسين محامين ضباط، مش عايز اطلع بلطجيه. وعلى ذلك ابدا غير مقبول حتى الصوت العالي، لن اقبله ابدا في الجامعات، لاننا لم اتصور ان الامر وصل الى الحد اللي وصل اليه بتاع كليه علوم جامعه اسكندريه، ولولا ان المحافظ ساب مكانه وتعين واحد بداله
لحسبته اعنف حساب. اللي بيتعاطوا السياسه في بلدنا بيفتكروا ان السياسه يعني لا اخلاق. أظن نفس المشاهد بتتكرر مع كل عصر ومع كل وقت ومع كل أوان، ونفس القضية ونفس المحنة، محنة الأسئلة التي لا تحصل على إجابة واضحة وحقيقية ولا على عمل جدي حقيقي للإجابة عليها طول السنين اللي احنا عايشينها دي. خلينا نعود مرة أخرى إلى مناظرة الأربعاء بسؤالها الواضح لطرفي المناظرة وللجمهور: هل تحولت الجامعات المصرية إلى جامعات بوليسية؟ وكان الأستاذ أحمد صبري أمين التنظيم ومسؤول ملف الطلاب بحزب مستقبل الوطن قبل الفاصل كان بيكلمنا عن توظيف سياسي جرى لانتخابات اتحادات الطلاب الجامعية أو اتحاد طلاب مصر جامعات مصر، اللي انتهت نتيجته إلى يعني فائزين ليسوا على هوى الدولة. أوقفت الدولة على نتيجة، انتهى بالأمر إلى أنه طلاب السياسيين في الجامعة اللي ما شاركوش في هذه الانتخابات بيعملوا عملية توظيف سياسي لنتيجة الانتخابات. دعنا نسمع التعليق الأول من الأستاذ مجدي طارق مسؤول ملف الطلاب بالتيار الشعبي على النقطة اللي طرحها المناظر في دقيقتين. طبعا يعني احنا ما بن تجرش بالقضية سياسيا بقدر ما احنا بندافع عن حق الطلاب، طلاب مصر كلهم في تجربة المفترض انها تتم بديمقراطية. مش معنى ان يجي رئيس ونائب رئيس اتحاد مصر يبقى يصرحوا برؤية مختلفة قد تختلف مع توجهات النظام او ما يرغب في النظام في وجوده في المنصبين دول تحديدا، يبقى ده معناه ان احنا يعني ان احنا نلغي الانتخابات على المنصبين، نبطلها باجراءات قانونية او باسباب قانونية ملهاش اي اساس من الصحة. فاحنا ما بنتاجرش بالموضوع بقدر ما احنا بندافع عن حق الطلاب في تجربه استخدام سياسي. مفيش داعي كلمه المتاجره دي هو يعني قاسية لم تطرح اساسا يعني هو وكأن يقصد هذا يعني. واحنا في موقفنا واحنا بندعم عبد الله وعمر الحلو رئيس ونائب رئيس اتحاد مصر، وانا قد اختلف معهم في بعض النقاط، لكن احنا بندعمهم في حال وجودهم في الاتحاد في الرئاسة وفي النيابة، لأن هم بيمتلكوا رؤية طلابية احنا شايفين ان هي بتنتصر لحقوق الطلاب وبدافع عن استقلالية الجامعة. لما اجي اتكلم عن عبد الله انور في حوار ليه في جريدة الشروق بعد فوزه بالانتخابات بخمس ايام يوم 15 ديسمبر، بيتكلم عن لجان حريات ودفاع عن حقوق الانسان هي شكلها الاتحاد لعمل حصر بالطلاب المحبوسين احتياطيا والطلاب المفصولين تعسفيا ومتابعتهم ودعمهم قانونيا. ولما نيجي نلقى بيتكلم عن قانون تعليم عالي موحد في باب خاص بالطلاب يحقق استقرار النشاط الطلابي او الانشطه الطلابيه جوه الجامعات، وان يبقى في انتخابات بشكل دايم، فده كلنا بيخلينا ندعم الاتحاد دون في ان هو يخوض تجربته بديمقراطية. ممتاز. يعني القصة قصة مبادئ وأهداف الاتحاد طرحها وأراء قالها رئيس الاتحاد عبد الله طبعا قبل ما يجهض يعني إعلان فوزه، وأمور لا أتصور إنه يمكن للطلاب أن يختلفوا عليها. اللي جاب عند الأستاذ أحمد صبري فكرة باب للطلاب في قانون التعليم العالي، فكرة لجان حريات جوه اتحاد الطلاب الجامعي علشان يشوف مشاكل الطلاب المحبوسين احتياطيا. دقيقتين للإجابة. أنا بس هرجع نقطة توظيف سياسي سريعا. أنا قلت توظيف سياسي، أنت النهاردة معترض على عملية انتخابية بالكامل من بدايتها، واخد وشايف إن هي ملهاش جدوى وشايف إن هي هتوصلنا إلى نتيجة صفر. النهاردة بمجرد إن أنت شفت إن في جدوى سياسية ليك أنت كحركة سياسية أو كحركة طلابية أو أيا كان التنظيم اللي أنت بتنتمي ليه، بدأت إن أنت تتخذ موقف المناصر ليها لمجرد إن أنت تحقق مكاسب سياسية خارج الجامعة قبل ما يكون داخل الجامعة. دي ده النقطة اللي أنا بتحدث عنها. الحاجة الثانية إن الحقيقة الكلام اللي اقترح من الأستاذ مجدي على لسان رئيس اتحاد طلاب مصر ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر هو كلام في غاية الاحترام والتقدير، وما أعتقدش في اتحاد طلاب يعني أنا الكلام ده كنت في بقرأ عن الحركة الطلابية في أزمة
انتفاضة طلاب مصر في فبراير 1968 في مشكلة المحاكمات العسكرية سلاح الطيران بنها النكسة، كان نفس الكلام بيطرح من الاتحاد الطلابية ان احنا عايزين قانون موحد، وكل الاتحادات الطلابية في اي انتفاضة او في اي حد موجود في اتحاد طلاب مصر بيطرح نفس الكلام. الكلام بيبقى مرتبط بمدى امكانيتك لتطبيق ده ومدى امتلاكك لرؤية حقيقية لتنفيذه. اي اتحاد طلاب بيبقى موجود في جامعة وبيبقى موجود في اتحاد العام لطلاب مصر بيطرح هذه الرؤية، ان انا عايز قانون تنظيم موحد، ان انا عايز قانون طلابي، والوزاره بتشكل لجنه واللجنه بتشكل لجنه ثانيه وبنبدا ان احنا نقعد مع الطلاب. فالحقيقه الامر ده يعني خلينا نقول ان هو مش رؤيه جديده او مش رؤيه فريده لهذا الاتحاد الطلاب، يعني ممكن يكون في طبيعي في الازمه لو يطرح هذا الكلام، ومفيش طالب يطرح كلام غير كده يعني، والا يبقى هو ما يستحقش ان هو موجود في هذا المكان. لكن انا بتكلم على ان في ازمه مع وزاره التعليم العالي تحديدا، وبالتحديد مع اعتقد المستشارين الموجودين، لان الازمه دي كانت موجوده من ايام الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعه المنصوره السابق وزير التعليم العالي، وعايزين نشوف لها النهارده مخرج وحل هذه الازمه. انا اعتقد ان هو مطروح قدام الاتحاد العام لطلاب مصر ومطروح امام وزاره التعليم العالي ونحل الازمه، لكن ما ندخلش في حوارات جانبيه وازمات كبيره ثانيه احنا في ما نملكش ادوات لحلها. عظيم. السؤال هنا مش في استخفاف برضه بتعطيل دولة بكل هيلمانها يعني لتعيين او لانتخاب شابين طلاب جامعة؟ يعني برضو انا هجاوب في دقيقة المرة دي لانه هو سؤال تعليق سريع. هو اولا الدولة عطلت انتخابات نواب مجلس النواب في فبراير 2015 لان كان هناك حكم محكمة بيقول ان في خطأ في الاجراءات، ودي بقى مجلس النواب يعني متوقف عليها قوانين دولة، متوقف عليها اتفاقات دولية وما الى اخره. فبالتالي النهاردة عندما نتحدث ان في حد طالب قدم طعن على نتيجة الانتخابات وبيقول ان في خطأ في الاجراءات وهو ثابت هذا الخطأ، ولكن مش عارف طب ليه ما قلتوش من الاول، طب ليه ما قلته في الاخر، اذا نبحث الاجراءات اللي احنا بنتكلم عنها ونبدا نحلها ويتواجد الطلاب. لكن القصه مش قصه ان هناك نبحث بقالنا كتير شويه. ما هو بقول لحضرتك هو النهارده في ازمه واللي متسببه فيها وزاره التعليم العالي، ما احنا بنقول ان وزاره التعليم العالي في ايدها الحل، اجتمع بالطلاب مره اخرى وخلوهم متفقين على نتيجه الانتخابات ونبدا نحل الازمه دي. اظن اجتمع صحيح وكان في كلام ومماطله حصلت ان هو في انتظار حكم المحكمه، والمحكمه في الاخر قالت ان انا مش هحكم. يعني انا بقول لحضرتك ان هي الازمه موجوده عند وزاره التعليم العالي واتمنى ان هي تحل سريعا يعني ان الوقت مش في صالح الوزاره ولا صالح الطلاب. الامتحانات خلاص ده مفيش اسبوعين ثلاثه والامتحانات في الدقيقه نفسها بقى يا استاذ مجدي حوالين استخفاف الدوله بفكره انها تعطل اعلان فوز وممارسه اثنين من شبابها من طلاب الجامعات لدورهم المنتخب، دي الإجابة. طيب يعني هو الموضوع مرتبط زي انا ما قلت بان في طلاب هنا هو بيمتلكوا رؤيه غير اللي بيشوفها النظام دايما بيحاول يصدر صوره الصوت الواحد في كل مؤسسات الدوله. لذلك لو كان حد تاني فاز كانوا وافقوا وايدوا بالتاكيد، لان حتى بنتكلم على الاساس القانوني اللي مستندين عليه وهو الطعن الخاص بانتخابات نائب رئيس اتحاد طلاب جامعه الزقازيق. يعني في كلام وانا بس عاوز اتكلم في النقطة المتعلقة بين رئيس اتحاد طلاب مصر ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر جايين برؤية مختلفة عن اللي عاوزها النظام. احنا هنا بنتكلم عن دولة بتريد صوت واحد، هم الناس بيتكلموا عن لجان لحصر بالطلاب المعتقلين في ظل ظروف حريات ومناخ حريات صعب جدا في الدولة، فكان طبيعي ان هم يلغوا النتيجة، يعني ده مش شيء وده كان شيء متوقع، بس هو ده مش معناه ان احنا نسكت ونتقبل ونقول ان احنا كنا متوقعين فما ندافعش عن ده. شكرا. خلينا اقول ان التصويت وصل دلوقتي، هل تحولت الجامعات المصريه الى جامعات بوليسيه؟ 79% نعم و21% لا. بعد الفاصل نكمل في مناظره الاربعاء. جامعة القاهرة وقد نزح الطلبة في الخروج من داخل الحرم الجامعي إلى الشارع وهم يرفعون اللافتات ويهتفون ولم يتدخل الأمن حتى الآن، وهناك حالة من الهرج والمرض والطلبة يلجون في جميع الاتجاهات. مصر كمان الأم العرب كلهم تيجوا تشترك في العملية الجنونية دي عشان خايفين من مين؟ خايفين من أمريكا؟ الأردن ليها دولة صغيرة ما خافتش من أمريكا؟ إحنا المصريين لما أنا ويجي مصر كان أي عرب يشتكي في مصر وأقول له لا أجي في مصر أنا بتكلم تتجمع أمام القنابل تلقى على الطلبة داخل الحرم الجامعي والطلبة يجوز إلقاء الحياة
النجارة. الطالب أيمن الداكر حمدون، كلية الطب البشري بسوهاج، جامعة جنوب الوادي. سيادة الرئيس، لقد ساعدنا نحن جميعا شباب مصر بإعطاء سيادتكم إشارة البدء لمشروع تشكى، ولكن سرعان ما بدأ الخوف يسري إلى قلوبنا عندما سمعنا أن هذه الأرض ستمنح للشركات الاستثمارية الكبرى، فهل من الممكن أن يكون لنا نحن الشباب نصيب في هذه الأرض وكذلك في فرص العمل المختلفة في هذا المشروع العملاق؟ وشكرا سيد الرئيس. شكرا. تفضل تفضل سيد. شكرا. نعم حضرتك، قبل ما تفضل، احنا تعلمنا التواضع من سيادتك، وانا ليا امنيه اتمنى انك ما تسفنيش قدام كل شباب مصر. انا من البلد يا ريس، نفسي اسلم على حضرتك. هذا شغلان يعني. نسيتني سؤال يا أخي. يبدو أن مصر حالفة على المصحف ما تتغيرش الحقيقة. خلينا نعود إلى مناظرة الأربعاء، إلى سؤال هل تحولت الجامعات المصرية إلى جامعات بوليسية؟ والتصويت لغاية دلوقتي 60% نعم، 40% لا. والسؤال موجه إلى الأستاذ مجدي طارق، مسؤول ملف الطلاب بالتيار الشعبي، عن تلك المظاهر اللي والدلائل اللي بتخلي جمهور من الطلبة في مصر رأيهم ان الجامعات تشهد تدخلات امنية، وانه الامن يلعب دورا رئيسيا داخل النشاط الطلابي الان في جامعات مصر. الجامعة في دقيقتين. طيب، يعني الدلائل بصراحة متعددة وكثيرة، ولعل ابرزها التعديلات اللي ادخلها الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم الحالي في 18 اكتوبر 2015 على اللائحة الطلابية، وإضافة بند في شروط الترشح بحظر الترشح للطلاب المنتمين لجماعات وتنظيمات إرهابية. والحقيقة السؤال، يعني مين اللي يقدر يحدد الطلاب المترشحين دول منتمين لتنظيمات أو كيانات إرهابية غير أجهزة أمنية بعينها خارج الجامعة؟ اعترافهم أو الأمن. فده يعني كان واضح جدا أن في تدخلات أمنية واضحة في الانتخابات. بنتكلم على ما حدش مطلوب منه يقدم دليل، يعني يقول لك انت ارهابي وخلاص، انت في كيان ارهابي، ايه بقى الدليل؟ يعني حتى لو يعني دليل واضح يعني. بنتكلم مثلا على الانشطه الطلابيه اللي بتقيمها اتحادات الطلاب، فلما بتيجي جايب دي فبيقول لك لازم ناخد تصريح من الامن بموافقه على الامن، مش من اداره الجامعه. واحنا عندنا واقع، ولا انت بتقول لاداره الجامعه، واداره الجامعه اللي تاخد موافقه الامن، اداره الجامعه بتاخد موافقه الامن على الضيف اللي جاي، وده كلام يعني بيتقال كده هو علنا من غير اي كسوف بصراحه. مش مشكله خالص. وعندنا واقع في جامعه حلوان، ان هم الاتحاد هناك بينظم ورش صحافه يعني تدعيم الطلاب وتاهيلهم، والضيوف اللي جايين تم التعطيل لان السيد مدير عام رعايه الشباب قال ان انا هبعت الاسماء لمسؤولين الامن عشان ناخد موافقه عليهم، فالناس في الاتحاد رفضوا، فحصلت هنا هو المشكله بتهدد اقامه الانشطه دي او ورش الصحافه، فده دليل اخر في تدخلات امنيه. عندنا كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه بني سويف، في هناك الطلاب عاوزين ينظموا ندوه، فجايبين اسم دكتور استاذ اقتصاد وعلوم سياسيه في جامعه القاهره واترفض لاسباب امنيه، مع انه في جامعه القاهره. طيب الاجابه هنا مع الاستاذ احمد صبري، انه في مظاهر ودلائل بتقول انه الامن بيتدخل. انا بس اسالك فعلا يا احمد، هل انت بتعتقد انه اي ضيف ممكن يدخل الجامعه من اي اتجاه، من اي من اول فنان لغايه مفكر يعني، الا موافقه الامن؟ اللي جاب دقيقتين. انا اعتقد ان في الظروف السياسيه اللي موجوده فيها مصر حاليا، اعتقد ان ادارات الجامعه بيبقى عندها تخوف من اي احتكاكات جوه الجامعه او من اي شيء، فبناء
اعتقد ان ممكن يكون في تواصل من اداره الجامعه مع الجهات الامنيه لبحث ظروف تواجد هذا الضيف. الحاجه يعني عايز التقدير ليه؟ ما هو تقدير الامن مش تقدير حد تاني. مش تقدير اداره الجامعه، مش تقدير اتحاد الطلبه. انا ده متوقف على اداره الجامعه نفسها. يعني عندنا امثله لاداره الجامعه عملت حفلات كبيره واستضافت شخصيات سياسيه وعملت كمان مناظرات سياسيه مثلا عند صور انتخابات الرئاسه جوه الجامعه. ما حصلش اي مشكله يعني. انا عايز اذا راجع لاداره الجامعه مدى يعني نضجها ووعيها واستقلاليتها. وفي ادارات جامعه تانية وكليات تانية مسلمه نفسها للامن. وعندنا امثله حقيقيه. انا عايز بس اتكلم في نقطه الموضوع اللي اتكلم عنه الاستاذ مجدي واللي هو متعلق باستبعاد الطلاب المنتمين لجماعات ارهابيه. النص اللي في اللائحه. بالظبط. انا اعتقد ان انتماء طالب لجماعه ارهابيه ده بيكون مرتبط بحكم قضائي، مش بيكون بالهوى او بالشكل مثلا او باي حاجه تانية، لكن هو طالما لو حكم قضائي يبقى هو في المحكمه ومسجون خلاص راجل ارهابي. هيترشح ازاي؟ ده يعني توصيفي لانتماء طالب لجماعه ارهابيه. وما اعتقدش ان حصل استبعاد اي طالب من الانتخابات لوجوده في انتماء جماعه ارهابيه، ولكن حصل ان في استبعاد لطلاب نتيجه للبند اللي هو اللي انا شايفه ان هو اخطر، وهو عدم مشاركه هذا الطالب في النشاط. يعني ده البند اللي انا شايفه المهم، مش قصه انتماء ارهابيه. ان هو ده مين؟ طب مين يا حد مشارك في النشاط؟ لا انت مش مشارك في النشاط فتم استبعاد، ودي انا اعتقد ان يجب يتم مراجعتها. بالنسبه للموافقات الامنيه انا بقول ان المشكلة عندنا في إدارة الجامعة. احنا عندنا مدرسة كلاسيكية في إدارة الجامعة وبرضو إدارة التعليم العالي ومجلس أعلى الجامعات ان الجميع بيتعامل مع الاتحادات الطلابية او مع الطلاب كأنهم أبناء ويجب ان هم يسمعوا لنصائحنا وكذا. فبناء عليه بيبقى في يعني مش عايز اقول فشل، ولكن بيبقى في عدم تعامل بطريقه جيده مع الانشطه الطلابيه اللي بيطرحها الطلاب. وانا عن نفسي كان عندي تجربه في 2013 في حكم محمد مرسي ان تم رفض دخول الدكتور عمنا مفتوح جامعه قناه السويس لحديثه عن قضايا الطلاب. انتهت المده، لكن ده امتداد لسؤال اخر هساله للاستاذ احمد صبري اولا، وهو انه في نص في تقريبا في اللوائح الطلابيه كلها اللي عدت، لكن في لائحه 2015 حظر النشاط السياسي الحزبي في الجامعه. هل هذا النص نص ديمقراطي يقبله مستقبل الوطن او مسؤول ملف الطلاب في مستقبل الوطن؟ الاجابه في دقيقتين. اولا كتثقيفا سياسيا او كعمل سياسي جوه الجامعه انا شايف ان ده امر ضروري بل امر حتمي على إدارة الجامعة وعلى الاتحادات الطلابية إن هي تنميه وتشتغل عليه جوه الجامعة. ولكن أنا عندي مشكلة في عملية العمل الحزبي داخل الجامعات المصرية. أنا عندي تجربة شخصية إن أنا كنت بعمل عمل حزبي داخل الجامعة وثبت لي يقينا إنه الموضوع فاشل، لأن ده وده مش مرتبط لأن مثلا العمل الحزبي ضار أو حاجة، لكن بقدر ما هو مرتبط بظروف وبعقليات وبقبول حتى ثقافة عامة موجودة عند الشعب وعند الطلاب بفكرة الأحزاب. أنت مجرد ما بتيجي تناقش في قضية مع الطالب يقول لك أصل أنت تبع البرادعي، أصل أنت تبع حمدين صباح، فالموضوع بيرتبط باشخاص وبايديولوجيات احنا في غنى عنها. احنا عندنا مجتمع جامعي عنده لوائحه وعنده الشكل اللي ممكن انت تمارس فيه عمل داخل الجامعه، مبادرات طلابيه، اسر طلابيه، وليها انشطه مختلفه. فانا اعتقد ان انا كطالب عندما اعمل داخل الجامعه اخلع العباءه الحزبيه بتاعتي بره الجامعه وابدا ان انا اشتغل جوه الجامعه من منطلق هذه القوانين. بس هو كان عايز بيتكلم حظر نشاط حزبي ما كانش كتب سياسي. هو لا يعني انا بقول لحضرتك اولا احنا عندنا في لجنه اسمها كانت اسمها اللجنه الثقافيه والسياسيه وشالوا السياسيه، ولكن من مهام اللجنه الثقافيه ان هي بتمارس توعيه سياسيه وهكذا داخل الجامعه. فبالتالي العمل السياسي والتوعيه بالعكس ده انا يعني شايف ان هي امر ضروري ولازم ان احنا ننميه، لان العمل السياسي والتثقيفي لطلاب الجامعه مهم جدا في تكوين شخصيته وتكوين رايه فيما بعد حتى الجامعه، وهو اللي هيأهله لحياه حزبيه سليمه. ولكن العمل الحزبي داخل الجامعه في مشاكل كتير وفي مصادمات كتير وما بينتجش يعني راي سليم او وجهه نظر سليمه في الوقت الحالي، ربما مستقبلا لما العمل الحزبيه تبدا ان هي تترتب كده في مصر. وهي هتترتب ازاي قبل ما تترتب في الجامعه الاول؟ لا انا ومع الشباب اللي طالع الاول. لا هو احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك الحاله الحزبيه لو اترتبت بقوانين بره وبقى عندنا احزاب حقيقيه يعني تملك كوادر سياسيه هينعكس على العمل الحزبي داخل الجامعه اللي هو انا شايف ان مش هبقيته دلوقتي. اشكرك جدا استاذ احمد. الاجابه في دقيقتين مع الاستاذ مجدي طارق عبد الله. طيب يعني احنا خلينا نتكلم الاول عن مدى فهمنا للعمل الحزبي جوه الجامعه. يعني هو ما كانش فيه تواجد في الفتره اللي فاتت او بعد 30/6 تحديدا الفتره اللي صدر فيها القرار، ما كانش عندنا عمل حزبي بمعنى ان طلاب التيار الشعبي موجودين كطلاب حزب التيار الشعبي جوه الجامعه بيعملوا فعاليات على اساس دوت. لا خالص، يعني طلاب التيار الشعبي كانوا موجودين من خلال مثلا اسر الحلم المصري، واللي كان مستهدف من القرار دوت هو حل الأسر الطلابية دي.
يعني انا هنا هو عندي مجموعه طلاب منتمين لحزب بره الجامعه فهم بيجمعوا نفسهم وفي اطار بيتنص عليه اللوائح داخل الجامعه اسمه الأسرة الحلم المصري على سبيل المثال. هل ده في مشكله؟ ما كانش موجود في لحظه انشطه حزبيه غير بالشكل دول والمجرد بس وبقيه الاحزاب لا وبقيه الاحزاب طبعا وبمجرد ان تم اتخاذ قرار حظر العمل الحزبي والسياسي داخل الجامعه فبالتالي تم حل الاسر المحسوبه على الاحزاب دي. طب هو ده مش اطار قانوني؟ بس ده كلام ورق مكتوب في الورق كده الكلام ده انه حل الاسره عشان اصلها حزبيه. منع التجديد للاسره انها محسوبه على الحزب الفلاني. ده مين اللي عرفه؟ ده تقارير امنيه برضو يعني ولا ده ورق؟ يعني الناس في رعايه الشباب بيجتهدوا يعني يعني. وخلينا نقول بقى ان في النقطه غالبا ادارات رعايه الشباب في الجامعات بتبقى تحت رعايه الامن. بالظبط بالظبط. فالهدف من ده كان هو منع او تحجيم الطلاب المسيسين جوه الجامعه او المحسوبين على تنظيمات سياسيه بره الجامعه بدليل ان هم الغوا اللجنة الثقافية. كان اسمها اللجنة الثقافية والسياسية قبل كده بقى اسمها اللجنة الثقافية دلوقتي ومحاولة يعني تصدير صورة تجريم العمل السياسي مع ان انتخابات اتحاد الطلاب واتحاد الطلاب نفسه ده في حد ذاته نشاط سياسي. اما انا طالب بنزل اترشح علشان اعبر عن طلاب موجودين في الجامعة واطرح رؤيتهم فيما يتعلق بقضايا معينة ودافع عنهم. هو ده مش عمل سياسي فطبعا يعني ده قرار يرد به باطل. طيب السؤال هنا في والإجابة في دقيقة. طب ما هو ايه ضرورة السياسة اساسا داخل الجامعة طول الوقت؟ النشاط السياسي داخل الجامعة معناه نشاط تحزبي، معناه صراع وتنافس، معناه خصومة ومشاكل. طب ما تخلينا زي ما قال كل رؤسائنا في زمن سابق ولاحق، ما تخلينا جامعاتنا تبقى جامعات علم ومعرفة ويبقى احنا مشغولين بان احنا نخرج مهندس وطبيب مش بلطجي على طريقة رئيس السادات لما قال. الإجابة في دقيقة واحدة. طيب يعني زي ما قلنا ده مرتبط برؤيتنا لدور الجامعة في المجتمع أصلا. يعني إحنا للأسف ما عندناش رؤية واضحة فيما يتعلق بدور الجامعة في المجتمع، ما عندناش فلسفة حاكمة لعملية التعليم والتعلم في مصر، وبالتالي ما عندناش رؤية واضحة لدور الجامعة. دور الجامعة مش إن هي مجرد مكان للعلم فانا اخرج اصدر طلاب كل علاقتهم بالحياه ان هم مثلا شغال في المكان لا ده مش دور الجامعه. ولا نفسي حتى يطلعوا بعلم. يعني دور الجامعه ان هي تاهل او تساعد في بناء انسان مصري قادر يمتلك من الادوات ما يدعم بناء دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه. فضروره النشاط السياسي جوه الجامعه مرتبط بضرورات المواجهه اللي بتخوضها الدوله المصريه مع الارهاب في وسط إقليم بصراحة مشتعل. فلو إحنا ما عندناش طلاب فاهمين يعني إيه سياسة وبيفكروا سياسيا صح هيبقوا فريسة للجماعات الإرهابية برا الجامعة. أشكرك مجدي. أحمد الإجابة في دقيقة. إيه لازمتها السياسة جوه الجامعة أصلا؟ لا أنا شايف إن السياسة مهمة جوه الجامعة ضرورية، لأن انحصار السياسة جوه الجامعة بينتج عنه نمو على طول الجامعات الإسلامية وجامعات الإسلام السياسي لأنها بتشتغل جوه الجامعة بأسلوب ذكي جدا وبدون إن هي تعلن وهكذا. ليه الدولة مش فاهمة الحقيقة دي؟ أنا أعتقد إن هو زي ما قلت لحضرتك فشل في إدارة الملف داخل الفترة اللي فاتت، لأن النهاردة الجامعات الإسلام السياسي أو ما يسمى بالجامعات الجديدة بتسيطر على الجامعة من خلال المدن الجامعية، من خلال المساجد الموجودة وما إلى آخره، وبناء عليه أنت مجرد ما بتنحصر في السياسة هو بيبدأ بيشتغل على الناحية الثانية الناحية الاجتماعية ناحية الدين وهكذا، فيبدأ إن هو بينمو ناحيتها. بس أنا عندي تعقيب بس فيما يتعلق برعاية الشباب، يعني لا يمكن توصيف كل رعاية الشباب في الجامعات المصرية بأنهم يعني شغالين أمن زعيم التهكم اللي أنا قلته. يعني أنا أعتقد لا ما بتهمش كلهم يعني أنا معاك وبسحب الحكم الجمعي لأن أنا إنما بعض رعايات الشباب تحت رعاية الأمن في كل المؤسسات. خلينا نقول إن يعني وارد إن المؤسسات كلها بقت تحت رعاية الأمن، ولكن أنا بس يعني مش حابب إن يبقى في تعميم للمسألة. وعايز اتكلم كمان ان موضوع السياسة في الجامعة هو جزء من كله، في هناك مواضيع كتير جدا يجب ان احنا نناقشها ومحتاجة ان احنا نشتغل على تنميتها مش بس جزء سياسة. اشكرك احمد، انت التزمت بالدقيقة وكما التزم مجدي. الاجابة الان عن هل تحولت الجامعات المصرية الى جامعات بوليصية؟ 65% نعم، 35% لا. الى فاصل. We'll be right back.
إذن عدنا إلى مناظرة الأربعاء، هل تحولت الجامعات المصرية إلى جامعات بوليصية؟ الفقرة الختامية هنسمع من ضيفينا، كل منهم هيقدم كلمة ختامية في 3 دقائق، ثم يتبادلان أسئلة وأجوبة بينهما. نبدأ بالأستاذ مجدي طارق، مسؤول ملف الطلاب بالتيار الشعبي، الكلمة الختامية في 3 دقائق، اتفضل. طيب، يعني أنا عاوز أؤكد أن مصر في وسط مواجهة حقيقية مع الإرهاب، لن تستطيع أن تنتصر في هذه المواجهة مع الإرهاب من خلال الحلول الأمنية فقط، وإلا هتبقى مواجهة مع الإرهابيين، مع هذه الموجة من الإرهابيين اللي بتواجهها الدولة. لكن وإحنا في وسط مواجهة مع الإرهاب وحرب حقيقية، ضروري يكون في يعني رؤية أوسع وأشمل لمواجهة الإرهاب، رؤية ثقافية، نسمع الأصوات الأخرى، نسمع الناس التانيين اللي عندهم رؤية مختلفة في المواجهة. ففتح المجال العام ضروري جدا، ورفع إيد الأجهزة الأمنية عن الجامعات، وعودة عشان يبقى في ثقة من الطلاب في المسار الحالي، وفي شعور بجدية الدولة في مواجهتها للإرهاب. ده مش يعني محتاجين الشباب في المواجهة دي، وعلشان الشباب يكون موجود لازم يكون في ثقة متبادلة، لازم يكون في احترام للشباب، مش مجرد احتواء. احنا مش عاوزين حد يحتوينا بصراحة، احنا عاوزين يحترموا حقنا في تجربة ديمقراطية لاتحاد طلاب جوه الجامعة. اتحاد طلاب مصر الحالي وحل أزمة اتحاد طلاب مصر ده يكون مؤشر واضح ان احنا لو فعلا بجد بنمر في عام 2016 بعام الشباب. مش معقول نكون في عام شباب واحنا عندنا مواجهة ما بين الدولة وما بين قطاع كبير ومؤثر من الشباب وهم طلاب الجامعات. ونرجو من النظام الحالي ان هو يبتدي يسمع، نبتدي نشوف الناس اللي بتقول محتاجين سياسات بديلة عشان نقدر ننتصر في المواجهة دي، في ازاي نحكم مصر. السياسات القديمة اللي والسياسات الحالية اللي بينتهجها النظام هي نفسها السياسات القديمة اللي فشل ثباتها، اللي ثبت فشلها على مدار الأربعين عام الماضية. وما كناش بنقدر نقضي على الإرهاب، كنا بننتصر على موجة من الإرهابيين فقط في السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات، في الألفية دي والألفية الحالية. طول ما احنا بنتبع السياسات الأمنية والحلول الأمنية فقط، فاحنا مش هنقدر ننتصر في حرب على الإرهاب. والمواجهة المرة دي أخطر بكتير، وضروري نكون الكل مشارك فيها، الشباب والناس السياسيين النظام زعلان منهم شوية، علشان نقدر ننتصر، وإلا نبقى بنحمل جيش مصر فوق طاقته في أنه هو يحسم المواجهة دي، وهتبقى مصر بتتعرض لخطر حقيقي فيما يتعلق بقائها واستمرارها في وسط هذا الإقليم. شكرك جدا، منحتنا 23 ثانية إضافية، لكن خلينا ننتقل إلى الكلمة الختامية أيضا من الأستاذ أحمد صبري، أمين التنظيم ومسؤول ملف الطلاب بحزب مستقبل الوطن، تفضل استاذ. أنا عايز برضو نخرج من قصة تحويل أزمة اتحاد طلاب مصر إلى معركة مع النظام الحاكم، أو زي ما قلت حضرتك إلى قضية التوظيف السياسي. إحنا يعني بدليل ان مثلا لو بكره الصبح اتحلت ازمه اتحاد طلاب مصر، مش ازمه الجامعات، لا هتتحل ازمه الجامعات، ولا هيتعدل الوضع السياسي في مصر، ولا هيبقى احنا الحياه الطلابيه انتصرت ليها. احنا المشكله الحقيقيه في الجامعات المصريه، يجب ان الحركات الطلابيه واداره الجامعات ومجلس اعلى الجامعات ومجلس النواب وكل هذه المنظومه يبقى في تواصل ما بينهم، بحيث ان احنا نوجد حلول حقيقيه لمشكله الجامعات المصريه. لكن ان احنا هنختزل الحياه السياسيه المصريه وازمه الجامعات المصريه في ان احنا نعتمد نتيجه اتحاد طلاب مصر، انا شايف ان هو امر بيسفه شويه من ازمه الجامعات. لا، احنا محتاجين حلول حقيقيه، حلول واقعيه، ومسار نمشي فيه عشان نخرج من هذه الازمه. لان على مدار تاريخ الحركه الطلابيه في مصر، في الثلاثينات وفي الاربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات وفي كل وقت، دائما ما اي ازمه تحصل بيطلع سقف مطالب عالي جدا للطلاب او الحركات الطلابيه، وتلاقي 50 مطلب اترصوا كده باللغه البلدي في ورقه وتقدمت للنظام، ويبدا ان في يبقى في تفاوض، وفي الاخر خالص بيبقى في بعض التنازل من قبل الدوله او وزاره التعليم العالي، وكثير جدا من التنازلات من قبل الطلاب، لانهم حتى بمقدمين هذه المطالب كنوع من انواع التعبير عن الاحتجاج او النفور او وما الى اخره. فبالتالي احنا عايزين نحط ايدينا على المشكله بجد، ونبدا ان احنا نقدم لها حلول.
مشكله اتحاد طلاب مصر انا اعتقد ان هي مشكله متعلقه باجراءات قانونيه او بتعنت من قبل مثلا وزاره التعليم العالي وما الى اخره، نبدا ان احنا نحلها ونبدا نتجاوز بقى هذه الازمه الى مشكلة الجامعة الحقيقية. نحن عندنا مشكلة في مناهج التعليم، مشكلة في فكرة مجانية التعليم اللي هي موجودة شكلا ولكن الناس كلها بتجيب ملازم وبتاخد دروس خصوصية في الجامعة مش بره الجامعة وهكذا. وعندنا مشكلة تانية ان النهاردة وزارة التعليم العالي انا اعتقد ان احنا بحاجة الى وزير سياسي، يعني مش لازم دايما فكرة ان وزير العدل لازم يجي من مثلا فكرة الوزير التعليم لازم يجي من المجلس الاعلى للجامعات عشان يمثل زي ما قلت لحضرتك المدرسة نفسها اللي بتدار بها الجامعات، لا عايزين وزير مدرسه الفشل المستمره في الفشل يعني. في سبب الفشل، فاحنا محتاجين وزير سياسي يملك رؤيه لان هو يحل هذه الازمات. وعندنا نموذج انا اعتقد في عدد من الجامعات ان في بعض رؤساء الجامعات بداوا ان هم يحلوا وبداوا ان هم يتواصلوا مع الطلاب، رجعوا طلاب اتفصلوا للجامعه تاني بعد لما اعلنوا ان هم مش هيلتزموا باللوائح والقوانين الجامعيه وما الى اخره. عندنا مشكله في الجامعه مش عايزين نختزلها في اتحاد الطلاب، ومش عايزين كمان عندك مشكله في الوزاره عايز تحلها بوزير سياسي ونبدا نشوف المشكلات الثانيه ونحلها حل حقيقي بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن رفع سقف المطالب لمدى انا اعتقد ان هو لا يمكن حتى حل عشره يعني مش حاليا عمل يعني. بالظبط يعني زي ما قلت حضرتك ده على مدار تاريخ الحركه الطلابيه في الاخر خلاص بتنزل ان الموضوع بيتحل ونبدا نشوف بقى هنعمل لائحه امتى وهنعمل القانون امتى. شكرًا جدا. سؤال موجه من الاستاذ مجدي للاستاذ احمد صبري يجيب عنه في دقيقه. طيب يعني انا عاوز اخد راي محمد او اجابه من احمد على السؤال المتعلق بموقف رئيس اتحاد طلاب مصر السابق من ازمه حظر النشاط الحزبي والسياسي، وهو كان محسوب على حزب مستقبل وطن فيما بعد اسس حزب مستقبل وطن في وقت ما الاخوان اخذوا هذا القرار. المعزول محمد مرسي الراجل اجتمع بمسؤولين الحركات الطلابية منهم التيار الشعبي والدستور وآخرين لمنع تطبيق هذا القرار، ولكن هو برضه هو رئيس اتحاد طلاب مصر بعديها في العام الدراسي اللي بعديه لما تم أخذ هذا القرار، الراجل رحب به جدا ويعتبره خطوة إيجابية. ده سؤال موجه واعتبره في مستقبل الوطن هو انا الحقيقه انا يعني الاجابه في دي انا مش قادر احدد بالظبط المشكله فين. انا قلت وجهه نظري ان انا وانا جوه الجامعه انا كنت اصلا منتمي الحزب يعني وانا جوه الجامعه، والان انا برفض العمل الحزبي لانه ثبت فشل وجهه نظري، فوجهات النظر ربما تتغير من طب صعب يسالك يا سؤال واضح. محمد بدران اول ما اوقف انتخاباته محمد مرسي لجا الى الحركه الطلابيه كلها. لا هو ما حصلش وقف الانتخابات. طيب هو انا وجهه نظر اللي انا برد عليها ان هو النهارده احنا بنتكلم عن العمل الحزبي داخل الجامعات، فكان ساعتها جماعه الاخوان المسلمين بتمارسه من خلال الاسر الطلابيه وما الى ذلك، وما كانتش بتقول الحزب حريه وعداله، فبالتالي كان هذا القرار التفاف على الاحزاب الثانيه، فكان لازم يبقى فيه وقوف ضده. اما حاليا فكله يعني كان معمول لصالح طرف دلوقتي مش معمول لصالح بالزبط. طرف بالظبط يعني في المطلق يعني. فانا اعتقد ان الامر مش مرتبط بهوى ولا حاجه، ولكن انا قلت الالتماء الحزبي خليه بره الجامعه وجوه الجامعه نبدا نمارس عملنا كطلاب مع بعض بفكر واحد وبرؤيه واحده. طيب عظيم. السؤال بقى الموجه للاستاذ مجدي. السؤال الموجه للاستاذ مجدي من يعني واقع الكلام اللي انا قلته في العرض الاخير، الى متى ستظل طلاب التيار الشعبي وطلاب الحركات الطلابيه بيتحدثوا او بيدعوا الجميع الى صناعه البديل دون ان يقدموا بديلا حقيقيا؟ واذا كان عندكم البديل الان فما هي الياتكم لتنفيذه؟ لا شكرا. الاجابه في دقيقه يا استاذ مجدي. لا انا بطمنك يا احمد بصراحه، احنا بنجتهد حاليا بالشراكه مع اخرين في الحياه السياسيه المصريه على مستوى الاحزاب وشخصيات عامه لصناعه بديل داخل الجامعه. داخل الجامعه يعني خلينا نقول ان دون مرتبط يا احمد ب حاجه مهمه جدا، هو ايه مساحات اصلا العمل السياسي جوه الجامعه. احنا قدام تضييق حقيقي وعرض مدار ما في يعني في تضييق حقيقي، وبرغم ده كله في طلاب محسوبين على التيار الشعبي بيخوضوا الانتخابات بشكل مستقل وبيوصلوا رئاسه اتحادات بعض الجامعات، فيعني الامور مش مستحيله وما فيش غياب بالشكل اللي انت متخيله دون واضح في نتائج الانتخابات يعني. وضع في نتائج الانتخابات في غير. لا ما انا بقول لك نتائج الانتخابات كان في احجام، هو كان في مقاطعه مننا كمان في المشهد لان احنا ما كناش واثقين في ان النظام ده يعمل انتخابات ديمقراطيه، وواضح من برضو نسبه المشاركه ان طلاب مصر كلهم بيبادلونا نفس الراي دون.
يوافقون على نفس الرأي. إذن هذه هي مناظرة الأربعاء حول هل تحولت الجامعات المصرية إلى جامعات بوليسية، والنتيجة النهائية اللي هي مفتوحة عموما للتصويت طول الأسبوع 57% نعم، 43% لا. لم يبقى إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ مجدي طارق الأستاذ أحمد صبري، أشكركم وألتقي بكم بإذن الله الأحد القادم مع إبراهيم عيسى. إلى اللقاء.